امل الحمل، امل جميل جدا، والست بطبيعتها اكتر من الراجل تحب تكون ام. كل ما زاد سن المريضه كل ما قل فرص الحمل بالحقن المجهري، ومع ذلك في مرضى بنعمل لهم الحقن المجهري في سن متقدم شويه وربنا بيكرمهم بالحمل. الست من اول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبة عندها ربنا بيديها عدد معين من البويضات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي. ما ينفعش ان انا كاستشاري نساء عمال بتابع السيدة بس، وما معيش مثلا استشاري ذكورة يتابع الزوج ده لما يكون عنده مشكلة. انا في الاخر مهمتي ايه؟ ان السيدة دي تحمل. انا ما اجيش بقى اعمل حاجة اقضي لها بيها على الخلفة. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بيكم. أمل الحمل أمل جميل جدا، والست بطبيعتها أكتر من الراجل تحب تكون أم، لكن في أسباب ممكن تعوق ده وبيسموها أسباب تؤخر الحمل. أسباب مشهورة ومعروفة وانتوا بقيتوا شاطرين ومذاكرين ومستمعين رائعين أكيد متابعينا وإحنا بنحكي في أسباب بتأخر الحمل، لكن المثير دايما في الحوار العلمي كمان واللي بيشغلين عليه كل الجهات في العالم دلوقتي بحثية، هي إيجاد بعض العوامل، بعض الفاكتورز، بعض الأسباب الغير متداولة الغير معروفة نسبياً في الفترات الماضية ونقول إنها يعزى إليها تأخر الحمل. يعني مثلاً اللي هقوله، كم حاجة اللي هقولها دي يمكن ما كانتش مكتوبة في الكتب، ولغاية دلوقتي في تكست بوك بتكلمش عنها بالتفصيل، لكن في أبحاث ودراسات من جامعات وأماكن بحثية محترمة جداً بتتكلم عنها. أول منطقة بيتكلموا عنها قوي هي نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان. دراسة استرالية أوجدت علاقة وثيقة بين تأخر الحمل وبين مشاكل اللثة والأنزفة المتعلقة باللثة. طبعا إخواننا وزملائنا في طب الأسنان يفرحوا قوي بالكلام بتاعي ده، بس طبعا ليه؟ لأنه البكتيريا موجودة في اللثة، اللثة دي حتة فيها دم كتير، تمشي البكتيريا في تيار الدم تعمل انفكشن تصل الى الرحم تقلل من فرصة انزراع الجنين في جدار الرحم. الكلام ده في ناس توافق عليه وفي ناس تقول لا صعبة، ما في ستات عندها مشاكل في اللثة وحصل لها حمل. كلام انا بقولك عوامل مش مدروسة قوي، مش هي الاسباب قوي، لان احنا النهاردة نتكلم على حاجات زي بقوله الحاجات القوية اللي هي تقل في الموضوع، موضوع تأخر الإنجاب. حاجات تانية علاقة الرجل بالتكنولوجيا، في دراسات كتيرة ربطت ودراسات قوية الأشعة الكهرومغناطيسية المتعلقة أو طالعة من الأجهزة والراجل اللي بيشتغل فيها. الناس بقى اللي بتشتغل طول اليوم جنب أجهزة فيها أشعة كهرومغناطيسية، بيشتغل فني أشعة، بيشتغل بيصلح موبايلات، بيشتغل في شوب بيبيع موبايلات وأجهزة فيها كهرومغناطيك راديو فريكوانسي راديو ويفز كبيرة، كل دول معرضين لمشاكل خاصة بالإنجاب. تصلح عدد الحيوانات المنوية عندهم قليل، ولازم على فكرة برضو الناس اللي بتشيل اللابتوب على طول على رجلها وبيشتغلوا بالطريقة دي لازم ياخدوا بالهم من الموضوع ده. حاجة اللي بعد كده الأسباب النفسية طبعا مهمة جدا. في دراسة بيقولوا فئة الدم، فصيلة الدم، قالوا إن فصيلة الدم ممكن تلعب دور، ولو إن أنا بقى واقتنعش بدور فصيلة الدم، لكن في دراسات أجريت في جامعة بيل أثبتت إن الستات أو بتقول يعني إن الستات اللي عندهم فصيلة دم أو عندهم مشاكل في التبويض وعندهم حجم بيض أكبر شوية. دي كل ده مش مؤكد اللي إحنا قلناه، لأنه تبقى العوامل التانية هي الأكثر تأكيدا. طب إيه العوامل التانية وإيه القصص التانية القوية اللي زي ما قلت لكم ليها تقل في تأخر الإنجاب؟ النهارده هنسمعها من ضيفي العزيز، اسمه متميز للغاية في هذا المجال، وإحنا النهارده بنسعى إن إحنا نشوف إن الأفكار الجديدة، نشوف الجيل اللي بدأ يبقى بيقدم عمل فيه
الكثير من الإبداع والنشاط المتميز للغاية في عالم الحقل المجهري. ضيفي العزيز اللي أنا بسعد جدا بوجوده معي النهاردة دكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقل المجهري وجراحات المناظير النسائية واستشاري بمراكز رؤية للخصوبة، طبعا اسمه متميز للغاية. أهلا بيك يا دكتور أحمد، منورني في الناس الحلوة. أهلا بحضرتك دكتور. قبل ما أدخل، سعدت بحضرتك. أنا اللي سعيد جدا بوجودك النهاردة. قبل ما أدخل في النهاردة في التفاصيل الحالة، إيه رأيك في الكلام اللي إحنا قلناه النهاردة؟ هو فعلا يعني كلام جديد، يعني إن الواحد حاجة مش متداولة إن إحنا تسمع بعض الحاجات اللي هي جديدة دي، ممكن بعض الناس ما تقتنعش بيها زي ما حضرتك قلت، بس يعني الكلام ده بنقول بقى في دراسات بتتعمل وفي ميتا أناليسس بتتعمل وفي حاجات بتتعمل بتأكد لنا أو تنفي لنا الحاجات دي. بس هو قصة إن أنا أدور على الحاجات الجديدة دي حاجة مهمة جدا، وده يمكن اللي إحنا بنحرص عليه. يعني إحنا بنحرص سنويا إن بنحضر مؤتمرات طبية خارج مصر. عندنا في ثلاث مؤتمرات كبار بنحضرهم سنويا، هي مؤتمر الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم، ومؤتمر الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ومؤتمر جمعية الشرق الأوسط للخصوبة والعقم. الثلاث مؤتمرات الكبار دول بيتعرض فيهم كل الأبحاث الجديدة بقى اللي حضرتك زي ما حضرتك بتتكلم عليها دي. يمكن بنستفيد بجزء منها ونقدر نطبقه عمليا، وفي حاجات بتبقى لسه تحت الدراسات. إيه العوامل اللي أنت شايف إنها الأهم في تحديد نسب نجاح الحقن؟ هو طبعا النجاح شيء جميل وكلنا بنسعى لتحقيقه، بس النجاح والتوفيق كله بإذن الله سبحانه وتعالى. بس ربنا بيقول لنا إيه؟ خدوا بالأسباب. أنا عشان أدور على عوامل نجاح لازم أشوف إيه الأسباب اللي تؤدي إلى النجاح ده. أنا بقسمها أنا عن نفسي، في عوامل خاصة بالمريضة نفسها، في عوامل خاصة بينا إحنا كأطباء، وفي عوامل خاصة بالمركز اللي هعمل فيه عملية الحقن المجهري. عوامل خاصة بالمريضة، السن بتاع المريضة، يعني كل ما زاد سن المريضة كل ما قل فرص الحمل بالحقن المجهري. ومع ذلك في مرضى بنعمل لهم الحقن المجهري في سن متقدم شوية وربنا بيكرمهم بالحمل. احنا بنقول لهم بنجتهد وبنحاول بنقول يا رب، بس بنبقى معرفينهم نسب النجاح بتاعتهم شكلها ايه. في حاجة تانية خاصة برضو بالمريضة، حاجة اسمها مخزون المبيض. الست من اول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبة عندها ربنا بيديها عدد معين من البويضات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي. في وقت بعض الناس بيجيلها ان المخزون المبيض بتاعها ده يبقى قليل، وناس تانية بيبقى المخزون المبيض بتاعها طبيعي وناس مخزونها زايد. يعني في دلوقتي المخزون الطبيعي ده انا بشخصه ازاي او بعرفه ازاي؟ بعرفه بطريقتين، في تحاليل هرمونية بعملها عشان اعرف ان المخزون ده كويس، وفي الترا ساوند او سونار بشوفه. بالالترا ساوند او السونار بلاقي قدامي المخزون بيدي على الالترا ساوند عدد حويصلات مبدئيه تقريبا في حدود 6-16 بويضه في المبيضين، يعني تقريبا كل مبيض تقريبا في حدود 5-6 بويضات، ده المخزون الطبيعي. طب جيت بالالترا ساوند برضو بصيت لقيت عدد البويضات المبدئيه دي اقل من 5 في المبيضين، يبقى ده مخزون ضعيف. طيب لو لقيته زايد قوي في المبيضين اللي هو عدد بويضات اكتر من 16 بقى في المبيضين، ده اللي بيبقى مخزون زايد، اللي هم المرضى اللي عندهم حاجه اسمها تكيسات المبيضين. يبقى ده الحكم اولي بحاجه اسمها بقيس الانترال فولك الكاونت او مقدمات البويضات على السونار. اللي احنا شايفينه ده تكيس. ده تكيس. ده حضرتك ده تكيس، شوف عدد بويضات في مبيض واحد اهو معدي تقريبا القرب ال 10 بويضات في مبيض واحد. فده اسمه تكيس مبيضين. ان عندي فرط تنشيط، ان لما اجي بديها انا ببقى خايف منها وانا بنشطها ان ممكن المريضه دي تخش لي في حاجه اسمها استجابه زايده للتنشيط. طب هل بحكم عليهم بس بالالترا ساوند زي ما انا بشوف الانترال فولك الكاونت؟ لا، في بقى تحاليل هرمونيه. في تحاليل زمان كنا بنعملها، تحاليل اللي هي مسؤوله عنها الغده النخاميه عندنا اللي هم الاف اس اتش والال اتش، دول كنا بنعملهم في ثالث يوم البريود. بس اتضح ان التحاليل دي دقتها مش دقيقه قوي وبتختلف من معمل لاخر، ولقينا ان فيها اختلافات كتير والمريضه لازم تيجي ثالث يوم البريود تعملها. فطلع بقى تحليل احدث اللي هو الانتي مولوريان هرمون، ده بيتعمل في اي وقت من البريود. يعني المريضه ممكن تجي لي مثلا رابع خامس عاشر يوم، تيجي بعد انتهاء البريود مباشره او قبل البريود الجديده، مفيش اي مشكله. وفي نفس الوقت ده دقيق او اكثر دقه. بحكم عليه ازاي؟ انا عندي رقم واحد مديه هو الكات ليفل بتاعي او العامل بتاعي. اقل من واحد يبقى المريضه دي عندها ضعف مخزون، اكتر من واحد يبقى المريضه عندها
مخزونها كويس. لو بقى أكتر من ثلاثة يبقى المرضى اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليهم من شوية اللي هم مرضى التكيسات اللي عندهم بقى إيه استجابة زايدة. طيب يبقى ده خاص بالمريضة، احنا اتكلمنا على المخزون واتكلمنا على السن، اتكلمنا المريضة دي حاولت قبل كده محاولات حقن مجهري ولا لأ. طب حاولت وفشل أكتر من مرة حقن مجهري يبقى فرصها أقل شوية. طب هل المريضة دي سبق حملت ولا لا؟ ما في حاجه اسمها عقم ثانوي، يعني هي اصلا حملت وولدت وبعد كده دخلت ان هي في العقم بدا يحصل لها مشاكل تانية فبدات تتجه للحقن المجهري. المريضه دي احسن من غيرها اللي لسه اول مره تروح للحقن المجهري. ليه؟ لان الرحم ده سبق واستقبل حمل، يعني اطمنت في حاجه اسمها ريسبتيفتي ان الرحم ده بيستقبل، فدي فرصها تكون اعلى. يبقى ده عوامل خاصه بالمريضه. اهو الوزن بتاع المريضه، يعني كل ما زاد وزن المريضه كل ما قل فرص الحمل عندها بالحقن المجهري. عشان كده احنا عندنا في المراكز بتاعتنا يمكن عاملين حاجه اوبشن زياده ان احنا عندنا استشاري تغذيه موجود في المركز، بحيث لما المريضه تبقى عندي زايده وزن ومحتاجه تخش تقلل وزنها وتعمل دايت انا عندي الدكتور التغذيه بتاعها يبتدي يمشي في الخطوات بتاعتنا، بحيث كلنا بنعمل تيم ورك كلنا عشان نزود فرص الحمل عند السيده دي. ده فيما يخص المريضه. المريضه في حاجه تانية في المريضه في في بقى لو المريضه عندها اي مشاكل امراض زي الغده الدرقيه او السكر او الكلام ده فلازم تظبيط الكلام ده قبل اجراء عمليه الحقن المجهري. في بقى حاجه تخصنا احنا كدكاتره، ده شغلنا بقى. انا دايما بقول اهم من العمل ضبط العمل. يعني انا رايح اودي مريضه زوج وزوجة الحقن المجهري ما قومش واخدهم من ايدهم كده يلا تعالوا نعمل حقن مجهري، لا لازم نحضرهم كويس. احضرهم كويس ازاي؟ اقعد مع الزوجين الاول اديهم كل التعليمات الخاصة بالحقن المجهري، العملية، الخطوات بتاعتها، نسب النجاح بتاعتنا اخبارها ايه، هل في مضاعفات ولا لا، وحتى التكلفة المادية افهمهم هيمشوا الموضوع بتاعهم ده ازاي. طب خلصنا من القصة دي بنسميها مرحلة الكونسلنج. في مرحلة تانية بقى ان انا ابتدي اخد التاريخ المرضي للمريض والمريضة. الهيستوري تيكنج ده حاجة من الحاجات المهمة جدا، لأن في حاجات بتبقى في الهيستوري ده دي حرفنة كبيرة دي. لو أخد التاريخ ده حرفنة مهمة قوي. يمكن إحنا زمان وإحنا أيام ما كنا بندرس بطنة كان يعلمونا إزاي ناخد الهيستوري. الهيستوري ده حاجة مهمة جدا، يعني مريضة عندها سابق سكر أو عندها مشاكل في الغدد أو خلافه أو عملت عمليات سابقة، ده مهم جدا. خلصنا من الموضوع ده نبتدي ننتقل لموضوع بقى الفحص بتاعنا. الفحص بينقسم لحاجتين، فحص بالتحاليل وفحص بالموجات الفوق الصوتيه. التحاليل الزوج الاول هنقول له ايه، تعالى حضرتك هتعمل تحليل سائل منوي، عاوز ابص فيه على ايه؟ ثلاث حاجات مهمه عندي: عدد الحيوانات المنويه، شكل الحيوانات المنويه، الحركه بتاعتها. طيب هل ده لكل الازواج؟ بعمل لهم. طب مريض جالي فشل اكتر مره حقن مجهري، هعامله زي اللي انا اول مره؟ لا طبعا، مش هطلب منه ده بس، هطلب منه بقى تحليل زياده شويه. ده زي حضرتك كنت بتقول ايه، الجيل الجديد بيفكر بقى ايه بطرق جديده وعاوز يشوف يدور على اسباب خفيه لفشل الحقن المجهري. نبتدي نطلب منه تحليل اسمه دي ان اي فريجمنتيشن، اللي هو تكسير ماده وراثيه في راس الحيوان المنوي. هل ده هنطلبه لكل الازواج؟ لا، هطلبه للي فشل عندهم حقن مجهري قبل كده. طيب ده الزوج. الزوجة ممكن نعمل لها تحاليل البيزك بتاعتنا اللي هي تحاليل غدة نخامية اللي كنا لسه بنقولها الـ FSH والـ LH، تحليل الهرمون عندي هنا هرمون بيطلع هرمون اللبن اللي هو البرولاكتين، تحليل هرمون الغدة الدرقية TSH والـ E2. طيب التحليل دي بتتعمل ثالث يوم البيريد. اطمنا التحليل دي كويسة، هنعمل لها برضو تحليل مخزون مبيض اللي احنا لسه كنا بنتكلم مع حضرتك فيه من شوية. اطمنا ان المريضه دي كويسه، ده بنعمله لكل المرضى المقبلين على الحقن المجهري. هنيجي بقى للمرضى اللي برضه فشل عندهم الحقن اكتر مره، هنعمل لهم نفس التحليل وبس؟ لا طبعا، هنبتدي نفكر في حاجات تانية. لانه فشل اكتر من مره. ابتدي افكر في حاجه اسمها اجسام مضاده. ابتدي افكر في حاجه اسمها اجسام منعيه. اجسام مضاده يعني الجسم مش بيوصل الدم كويس للرحم ده او للجنين ده، فبالتالي ما بيحصلش الحمل. اجسام منعيه يعني الست دي بدا يحصل عندها خلل في الجهاز المناعي، بدا يعتبر الجنين ده حاجه غريبه ويهاجمها وما يثبتش الحمل ده جوه الرحم. طب دول لهم علاجات؟ بنديهم بعض العلاجات زي الاسبرين الاطفال، زي الحقن اللي تحت الجلد بتاعت السيوله، نديهم كورتيزون اللي هم اللي عندهم اجسام منعيه. كل ده بس اشخص بس تشخيص صح الاول، يبقى انا شخصت صح عالجت صح. ده جزء خاص بالتحاليل. في جزء بقى خاص تاني بموجات فوق صوتيه. انا بقى الفحص بتاعي بالسونار على السيده دي،
عاوز ابص ايه عند السيده دي؟ هو الجهاز التناسلي عندي اصلا ايه المهم عندي اللي انا ببص عليه؟ ببص على الرحم، ببص على المبيضين، ببص على حاجه اسمها قنوات فالوب. الرحم اشوف شكل الرحم ده ايه، في شكل رحم طبيعي معروف الشكل الطبيعي بتاعه، له بطانه رحميه طبيعيه، له شكل طبيعي، ده شكل رحم طبيعي معانا. الشكل الطبيعي ده انا ببص عليه خلاص اطمنت ان الست دي ما عندهاش اي مشكله. طب في ناس تانية عندها مشاكل جوه الرحم ده، ممكن يكون عندها تليفات جوه الرحم او رمل فيه، ممكن يكون عندها لحميات جوه الرحم ده، ممكن يكون عندها يعني ده شكل ورم ليفي جوه الرحم اهو، ممكن يكون عندها حواجز رحميه، الحاجز الرحمي، يعني كل ده في تشخيصي وانا ببص بالالترا ساوند. ده حاجز رحمي، ده شكل حاجز رحمي وحاجز رحمي كامل كمان. طب هل حضرتك بتبص عليه وشفته وخلاص؟ لا، ده انا شخصته واقدر اعالجه، اعالجه بحاجه اسمها المنظار الرحمي. بخش اشتغل بالمنظار الرحمي ده واصلح الحاجز الرحمي ده. الحاجز الرحمي ده مش قصه ما يعملش، ما يخليش المريضه تحمل بس، ده بالعكس كمان لو حملت والحاجز الرحمي ده موجود هيحصل لها اجهاض، هتيجي على الشهر مثلا الرابع او الخامس مش هتكمل لان الرحم مقسوم عندي نصين، يبقى لازم اصلح القصه دي قبل ما المريضه تخش الحمل. ادي حاجه خاصه بالرحم. حاجه خاصه بالمبيضين، هشوف المبيضين هطمن على ايه، حجم المبيضين ده كويس ولا لا، هل في مشكله في المبيضين دول ولا لا، المريضه دي عندها اكياس على المبيض، في حاجه اسمها اكياس وظيفيه بتبقى موجوده على المبيض، في حاجه اسمها اكياس دمويه تبقى موجوده على المبيض اللي الاسم الدارج بتاعها اللي هو بطانه الرحم المهاجره اللي هي تشوكليت سيست او الاكياس الدمويه. ده شكل يعني اكياس ده ايه؟ ده شكل كيس دموي هو موجود على المبيض. اها، وتطور معالجتنا له على مدار السنين. زمان كان كل معالجتنا الاكياس الدمويه حضرتك نخش لها بالمنظار، يلا نشيل الاكياس الدمويه دي او الجراحات. اتضح ان الكلام ده جزء منه خاطئ كبير. ليه بقى؟ المرضى دول لما حضرتك شايف الكيس الدموي، شوف هو لازق تقريبا في المبيض، فلما باجي اشيل الكيس الدموي ده غصب عني بشيل جزء من المبيض او اكوي جزء من المبيض، فباثر على مخزون السيده دي، فباجي اقول لا السيده دي حديثا بقى. عشان كده بقول لحضرتك ان العلم كل يوم في جديد وكل يوم في تطور، ولو حضرتك مش مواكب التطور ده وما بتتابعش ما بتروحش تحضر مؤتمرات طبيه خارجيه وبتشوف الوضع ايه، حضرتك هتفضل بالكونسبت، هيقع في مبنى في, في في غلطه كبيره ان هو يشيل الكيس. الكونسبت القديم، الكونسبت القديم خش حضرتك شيل، تيجي بعد كده السيده دي مخزون المبيض بتاعها يبقى قليل خالص، اجي ساعتها مش عارف اساعدها، يبقى كده جيت كحالها. ايوه زي ما حضرتك قلت. طب دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك لا ما تشيلش الاكياس الدمويه دي، حضرتك ادي لها حاجه تهبيطيه، حقن تحت الجلد كده بتتاخد شهريا قبل الحقن المجهري لمده 3 شهور، تهبط الاكياس دي وابتدي نشط حضرتك، وما تلمس الاكياس دي ولا تيجي ناحيتها طالما المخزون بتاعها بوردر لاين. طب لو مخزونها بقى زايد، ممكن الى حد ما ابتدي اشيل بس ابقى محاسب. يعني لو الاحجام كبيره، يعني بنتكلم في 7 سم 8 سم 9 سم، ما تجيش بقى كيس مثلا 2 سم 3 سم وحضرتك تقول لي انا داخل اشيله بالمنظار. تشيله بالمنظار ليه؟ انت بتضر السيده مش بتفيدها. يبقى عوامل نجاح الحقن المجهري واحده من اهم المناطق الطبيه اهميه، ابجدياتها مهمه جدا، تتطور سنويا، تتطور مش سنويا، تتطور كل يوم. على الفريق الذي يرغب في العمل في هذا الفيلد ان يكون دائما اب تو ديت، لانه هناك تغيرات كبيره جدا في المفاهيم، في الكونسبت، في التكنولوجيا. نحن نتحدث عن علم مدعوم بتكنولوجيا، ودايما نوعيه من العلوم اللي بتبقى مدعومه بتكنولوجيا، تكنولوجيا حضانات، تكنولوجيا معامل، ميكروسكوبات، تكنولوجيا مناظير، تكنولوجيا ميديا، تكنولوجيا كل خطوه اساطر. دايما العلم القائم على التكنولوجيا او المرتبط بها دائما تطوراته بتكون سريعه، وفي هدف مهم جدا، ضمان اعلى نسب نجاح، ضمان افضل تقنيه، ضمان اقل اثار جانبيه. عشان كده لازم نبقى اب تو ديت. ضيفي العزيز دكتور احمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائيه، وطبعا الاستشاري بمراكز رويال للخصوبه. نورت وشرفت وأسعدتني بهذا الحوار، وأنا سعدت بتواجد مع حضرتك، وأتمنى أن نكون المشاهدين بتوعنا استفادوا باللي احنا قدامنا النهارده. أكيد استفادوا، خليكم دايما معنا. سحر مشكلة البنكرياس أعراضه
بنسميها دايما فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموما ما حدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه ان احنا نقول ينفع له عملية فعلا اتطورت جدا جدا، مش هيدي اعراض غير لما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان انها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم. البنكرياس يظل واحد من الأجزاء اللي في الجسم اللي فيها نقص كبير في الثقافة، واللي فيها كمان نقص كبير في القدرة التشخيصية عند الجموع من شباب الأطباء في الأجيال الحديثة. كثير جدا من شباب الأطباء أجدوا غير ملم بالشكل التشريحي للبنكرياس، بأعراض البنكرياس، ولذلك يبقى كلمة أورام بنكرياس كلمة مخيفة للغاية. أولا لأنه كتير مننا بيفسر أعراضها بشكل بنسميه إحنا تفسير ساذج، عيان جاي بيشتكي من ألم ممتد من السرة عنيف داخل لغاية ظهره، قولون عصبي، مشاكل في المعدة، يا أخي أنت متوتر، وفي الآخر نجد أنه مشكلة في أورام البنكرياس. البنكرياس عضو تكوينه غريب شوية، بيكون من رأس وجسم وديل، وهو عضو فعال من ناحية الاندوكراين، ناحية الغدد الصماء، لأنه هو بيفرز هرمون مشهور جدا عندنا كلنا وعارفينه كلنا اللي هو الإنسولين، ووظائف أخرى وهرمونات أخرى. مهم جدا أن احنا نعرف أنه موقعه موقع استراتيجي خطير جدا، قريب جدا هو من أو هو محاط بالإثنى عشر، وفي قنوات فيه، وفي قنوتين مشتركتين في جزء منه. فلما بيحصل تكوين ورمي فيه ممكن يبقى الأعراض شكلها تستبعد في كثير من الأحيان إن هي تكون شيء في البنكرياس ويطلع في البنكرياس، يعني عين جاي بيهرش، عين جاي عنده صفرة، فتفكر في الكبد وبتاعه يطلع المشكلة كلها في البنكرياس نتيجة انسداد في الأمبولة. يعني لازم نركز في حوار النهاردة على مستوى العائلات، على مستوى اللي عندهم تاريخ مرضي، على مستوى الجراحين، على مستوى دكاترة البطنة، كل دول لازم يركزوا، على مستوى حتى الاستقبال، الناس اللي في الامتياز اللي بيشتغلوا في الاستقبال والنواب اللي بيشتغلوا في الاستقبال لازم يركزوا النهاردة في حلقة النهاردة لأننا نستفيدوا استفادة كبيرة جدا جدا في جزء كبير منها. النهاردة حوار الأمتع، واحد من الحوارات اللي بنفخر بيها، واحد من التوب ديسكاشنز، من الحوارات يعني التوب انترفيو اللي عندنا أكيد مع العالم الكبير والاسم الكبير القدير في هذا المجال، الاسم العالمي بكل معنى يعني الكلمة اللي بنفخر بوجوده معنا، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة آيسن ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. بتنور كالعادة وبتشرفني كالعادة وتبهرني بشياكتك، ده رقم واحد. رقم اتنين، الموضوع البنكرياس، احنا هنتكلم على سرطان البنكرياس، وزي ما بيقولوا احنا جايين ايه في قلب يعني الإثارة. سرطان البنكرياس ما هو؟ نسبة انتشاره في مصر عاملة ازاي؟ نقول بس اول كلمة كده عنه، احنا مبدئيا بنتكلم على ورم رابع سبب وفيات على مستوى العالم كله من السرطانات بصفة عامة، من اكتر الاورام اللي نسب يعني حدوثها بتزيد في كل دول العالم، من أكتر الأورام اللي أنا في رأيي مش مفهومة، لأن إحنا بنتعامل مع حاجة غريبة جدا. أي ورم في الدنيا، حتى لما بتعمل عملية وتشيل الورم
انت متوقع ايه؟ ان الاغلب ان انا مش هيرجع، والاغلب ان انا هيخف. طب لما العام بيسالني عنده ورم في راس البنكرياس وهنشيله، هقوله هنشيله بعمليه هنوصفها بعد شويه، هنعرف انها كبيره قد ايه، وهياخد كيماوي بعدها. طب نسبه ارتجاعه بعد كل ده قد ايه؟ 70%. يعني الاغلب انه هيرجع. هل في الجراحه ورم بشيله وانا بشيله عارف ان بنسبه 70% هيرجع تاني؟ مفيش. فهي شيء محير العالم كله. الكلام ده اورام الثدي على فكره نسبه ارتجاعها بسيطه جدا. انت اي ورم هتلاقيه 10% 20%. اورام القولون نفس الكلام، الا مفيش دوت. وده على مستوى العالم كله. هنتكلم 30% اللي بيخف تماما منه، 70% بيرجع له ورم تاني. ده على مستوى العالم كله في احسن مكان. وفي ناس بتقول ان الرقم دوت ده انتم مبالغين فيه شويه، هو الحقيقي بتاعه 20% مش 30%. فاحنا بنتعامل مع حاجه احنا حتى هذه اللحظه مش قادرين نحط ايدينا على مشكلته الرئيسيه. يعني في اعتقادي ان احنا بعد كام سنه هنعرف ان احنا لا، احنا كنا بنتعامل معاه بطريقه خاطئه شويه. يمكن النهارده هتكلم على حاجه اتعملت تعديل في عمليه قد يكون ليه مردود في الرقم ده شويه. يعني يمكن دي الحاجه الكويسه النهارده اللي نتكلم عنها ان شاء الله. انواع الاورام، انواع اورام البنكرياس ايه؟ هو اورام البنكرياس عامه ما بتطلع الاورام الحميده دي مش كتير، ودي معظمها بتبقى حاجات ليها وظيفه وبالتالي بتبان بسهوله. يعني مثلا واحد عنده ورم بيطلع الانسولين، واحد عنده ورم سيلينوما، حاجات كده. ودي الحمد لله انا معظمها حميده، يعني لما بتتشال ما بترجعش تاني، وفي بعضها ما يحتاجش حتى انه يتشال. الاورام السرطانيه بقى بتاعت البنكرياس هتتقسم لجزئين، جزء هيطلع في راس البنكرياس وجزء يطلع في الجسم او في الديل. كل واحد فيهم فيه ميزه وفيه عيب. اللي هيطلع لي في الراس عمليته كبيره قوي، محتاج اشيل حاجات كتير عشان اشيله. ولكن في المقابل تشخيصه في الغالب بيبقى بدري، لان العيان بيجي له صفره بدري فبيكتشف بدري. اللي في جسم البنكرياس عمليته صغيره، انا هشيل جزء من البنكرياس بس مع الطحال فقط، مفيش توصيلات. ولكن نادرا ما بيجي عيان ينفع له عمليه، لانه ملوش اعراض. زي ما حضرتك قلت في البدايه اعراضه فيك، مش واضحه. في الغالب العيان اتشخص قولون عصبي، جرثومه معده. انا ما عنديش مشكله ان هو ده يبقى التشخيص الاولاني، بس بعد انت عملت التشخيص الاولاني ده وما جابش نتيجه لازم نفكر في الحاجه الثانيه على طول بسرعه. لكن دايما العيان يجي بعد سنه او سنه ونص وهو بيلف بقاله سنه على الوجع اللي مش جامد قوي، لغايه ما ابتدى يبقى وجع جامد قوي بقى ويسمع في الظهر وابتدى يخس. يعني دخلنا في مرحله ثانيه. فجسم البنكرياس مشكلته ان اعراضه مش واضحه، وبالتالي تشخيصه دايما متاخر، ودايما بيوصل لمرحله بيبقى صعب العمليات فيها. السؤال بقى اللي دايما بنفكر فيه، العوامل او الاسباب، وكلمه اسباب مش دقيقه، هي عوامل اكيد. حاجتين او يعني كحول. جزئين كده. طبعا يعني قصدي في حاجات احنا بنعملها زي الكحول، زي السجاير، الخمر، يعني الكحول اللي هو شرب الخمر. مش الكحول اللي بنمسح بيه ايدينا. في ناس دي العوامل اللي هي ممكن نمنعها. في عوامل ثانيه اهم منها، وهي الاكياس بتاعت البنكرياس. ليه بنقول عليها اهم منها؟ ما كناش زمان بناخد بالنا منها قوي. في انواع بقى، في كتب بتتكلم على حاجه اسمها IPMN. IPMN ده نوع من الاكياس البنكرياس. طب ايه اهميته؟ ان في انواع منها 70% بيقلب ورم. والنوع ده لو انا لقطته وهو لسه كيس وعملت له عمليه، العيان هيخف ومش هيرجع له حاجه. لو انا سبته لغايه ما قلب ورم بقى عامل زي ورم البنكرياس، لو بنتكلم ان 70% مش هيرجع له ورم مره ثانيه. فالاكياس بتاعت البنكرياس دي من الحاجات العوامل الخطوره المهمه جدا. لازم نعرف نوع الكيس ايه؟ هل النوع ده من النوع اللي بيقلب ولا ما يقلبش؟ طريقه متابعته عامله ازاي؟ مين اقول له لازم يعمل عمليه دلوقتي؟ مين اقول له بعد 6 شهور اشوفك تاني؟ وهكذا. في هناك عوامل اخرى، جينات، وراثه؟ طبعا حاجات، ما انا بقول لك الحاجات اللي احنا نقدر نتحكم فيها. الحاجات الثانيه ماليش يد فيها، حاجات وراثيه، حاجات جينيه، حاجات زي كده مش هقدر اعمل فيها حاجه. ايه بقى الجديد؟ الجديد زي ما قلت لحضرتك، احنا العالم كله بيدور على قصه ليه الورم ده بالذات بيرجع بالمنظر دوت. احنا في الطب كده بنقول معدل الحياه بعد العمليه، يعني السرفايفل، قد ايه
معدل الحياة العمليات الورم من بدري. 5 سيرفايفل ريت. معدل الحياة كم هيعيش قد إيه؟ 5 سنين بعد العملية. والمتوسط إحنا قلنا يعني 70% هيرجع للورم و 30% هيخف. طيب لو قسمناهم الاثنين على بعض بقى معدل الحياة تقريبا قد إيه لمريض بعد ما يعمل العملية؟ 28 شهر. دي النسب العالمية. طيب إيه الجديد بقى؟ إن هو ابتدوا يفكروا هو ليه الورم عنيف بهذا المنظر؟ مشكلة البنكرياس قربه بالشرايين والأوردة زي ما حضرتك قلت في الأول. أنت عندك أي ورم، إحنا الفرق بين رأس البنكرياس وجسم البنكرياس تشريحياً زي الصورة إحنا شايفينها ديت. الفرق بين رأس والجسم إيه؟ الوريد البابي والشريان بتاع الأمعاء اللي داخل جوه البنكرياس نفسه. يعني لازق فيه نايم عليه. وبالتالي أي انتشار هيبقى انتشار عن طريق دول. دايماً الشرايين والأوردة بيجي الأوعية الليمفاوية تمشي معاه، يعني ما بتمشيش لوحدها، بتشوف أي شوية وتمشي معاه. الأعصاب نفس القصة، تشوف أي شوية وتمشي معاه. فوجود الشرايين كلها قريبة قوي من رأس البنكرياس قال لك هو ده اللي بيخلي الورم ينتشر عن طريق الأوعية الليمفاوية وعن طريق الأعصاب إلى حتت أكبر من مكان الورم نفسه. من سنتين بالظبط كده في هايدلبرج في ألمانيا عملوا تعديل في العمليه، حاجه بيسموها ترانجل اوبريشن، يمكن هنشوف صورتها بعد ديت. الفكره ايه؟ كل العمليات زمان احنا بنتكلم على ان انا هشيل الورم اسلكه من شريان الامعاء واسلكه من الوريد البابي. لكن هو قال لك لا، ده في شريان تاني كبير جدا اللي هو اسمه السيلياك، اللي هو الشريان اللي طالع من الاورطه وبيطلع لي 3 حاجات، بيطلع لي شريان الكبد وشريان الطحال وشريان المعده. الشريان ده قال لك ما هو ده قريب جدا في البنكرياس، ولما هنشوف الصوره اللي مكتوب عليه سي اي سيلياك ارتري دوت، ده قريب جدا من شريان الامعاء. فعمل هو مثلث التحتاني ده، عمل مثلث، ومثلث عباره عن وريد البابي وشريان الامعاء وشريان بنتكلم عليه. قال لك المنطقه دي كلها لازم تتفضى، لازم تتشال. وهم اعتقادهم ان المكان ده من ضمن الاسباب الكبيره لارتجاع الورم بعد العمليه ديت. المثلث اللي عليه الحروف. في صوره ثانيه هنشوفها مرسوم بقى المثلث نفسه عشان نقدر نتخيل الشكل بتاعه. المثلث اللي احنا رسمينه ده، المثلث ده معمول بشريانين ووريد بابي. احنا عمرنا ما كنا بنسلك على الشريان الثاني دوت، كان كل العمليات موصوفة على الشريان الاولاني بس. طبعا المنطقه دي صعب قوي ان توصل للحته ديت، يعني تكنيكالي مش سهله، بس متوقع نتائجها. هو الالمان لما نشروا بيبر من سنتين على القصه ديت قال لك ان المعدل هنقول 28 يعني شهر يعيشوا العام بعد العمليه، وصل معاهم ل 48. هل من 28 ل 48 ده رقم فارق؟ يعني ده رقم فارق جدا في الطب. عشان نفهمه، مثلا ورم الاولي بتاع الكبد لما لقوا له دواء اسمه نيكسافار عملوا ضجه في العالم ان الدواء دوت حسن الحياه بتاعت البني ادمين بالدواء ده. اول دواء في العالم يشتغل على ورم الكبد الاولي، حسن ايه؟ من 10 شهور ل 13 شهر. يعني كسبت 3 شهور، اعتبروا ده طفره. فتبتدي تتكلم من 28 ل 48، فدي تعتبر ضعف المعدل الطبيعي. وحاليا في دراسه على مستوى اوروبا كلها للعمليه دي او التعديل ده بالذات، بحيث ان هم يشوفوا فعلا تاثيره على 5 سنين هيبقى عامل ازاي، لان لسه ما وصلناش لقصه ال5 سنين ديت. الحاجه الكويسه ان ابتدينا فعلا نعملها دي، يعني الجزء التعديل بتاع العمليه دوت عملته مثلا دلوقتي في حوالي 10 عيانين. النتيجه الاولانيه يعني ده جزء من العمليه عندنا في مصر، ده الشريان بنتكلم عليه اللي هو الاساس اللي بيغذي الكبد والطحال والمعده، وهنشوف بعديها الشريان الثاني بتاع الامعاء، وهنشوف المثلث والحته نظفناها كلها. الحاجه الكويسه نقدر نقول عليها دلوقتي ان في ال10 عيانين كانت بصوره امنه الحمد لله، يعني ما عنديش مشاكل من التكنيك ده. زود الوقت بتاعي شويه، ساعه مثلا زياده، ولكن المقابل المردود اللي احنا متوقعينه لا، ما فيش ولا حاجه خالص. فاضل المرحله الثانيه وهي نشوف نتائج هذا الكلام. القصه دي كلها يعني انا عاملها بقى لها حوالي 6 شهور، فما اقدرش احكم هل فرقت في ارتجاع الورم ولا لا، لكن احنا المرحله الاولانيه هل هي امنه ولا لا؟ امنه طبعا. عملناها في كام عمليه حاله لغايه دلوقتي؟ 10 حالات لغايه الاسبوع اللي فات. رقم كويس للمراقبه بقى. بالظبط. ان نشوف الفرق في ال10 دول، وهنقارنهم بقى بالعينين قدام كتير تانيين ما عملوش التعديل اللي في العمليه. بالظبط.
التعديل في العملية دوت باختصار اللي هو احنا بنشيل جزء مثلث ما كناش بنقرب من عنده خالص. نقول عليه مثلث برمودا الشريف. مثلث برمودا فعلا هو مثلث خطير يعني، وريد مهم جدا وشريانين مهمين. فهذا المثلث ما كناش بنقرب منهم خالص خالص، واتضح او ربما نظن بشكل قوي انهم سبب مهم في ارتجاعه اللي في المكان دوت. فنأمل ان بالقصه ديت احنا مش هنقضي على الارتجاع، مش هنوصل 90%، بس بدل ما احنا 30 نوصل 50 60، وهيجي بعد كده اكيد دور لعلاج كيماوي احسن من اللي احنا بناخده. يعني ده توقعاتي في القدام شويه ان ده يحسن لي النتيجه شويه، بحيث نبقى زي الاورام العاديه اللي بنتكلم نسبه ارتجاع اي ورم 10% 20%، لكن الارقام ديت الحقيقه مفزعه جدا للمريض. هرجع تاني لحته تهمني انا قوي، المريض يتحرك امتى؟ دي هي دي اهم حاجه، لان واضح ان التحرك المبكر هو اهم حاجه طبعا. فايه المنذرات؟ لانه بعد العلم الغزير احنا قلناه والحته جزء الدقيق التقني اللي احنا قلناه، لازم الفاميلي العيله دلوقتي يكون عندها هذه المسج في دماغها. اتحرك امتى؟ اول حاجه الالم، الم اللي هو موجود في اعلى البطن. مش كل واحد عنده الم في اعلى البطن يبقى ده معناه انه بنكرياس، عشان بس الناس ما تترعبش، ما الناس كلها بيجي لها وجع في معدتها. بس انا موافق ان هيجي لك الاول هتقول ده وجع معده واخد دواء المعده، بس خد دواء المعده وما ارتحتش، لازم افكر في حاجه ثانيه. بلاش يبقى الحاجه الثانيه قولون عصبي، طب ماشي هو قولون عصبي خدنا علاجه. بلاش الحاجه الثالثه لا نعيد ثاني جرثومه المعده، طب نعيد مش يعني يخرب بيت جرثومه المعده. انا ما فيش مريض جالي عنده ورم متاخر الا ما كان خد علاج جرثومه المعده. لا اصل الحكايه بص، جرثومه المعده دي بتبقى عامله زي اللي هو ايه، جبت لك الحته بقى، جبت لك الفوله مش عارف ايه، ويبقى هي قرحه معده يعني خلاص على وشك البطن. وهي المشكله ان معظم الناس لما عملوا التحليل بتاع الجرثومه بيطلع ايجابي، ما بيطلع بس إيجابي. مش هي دي المشكله، ما دي بقى اللي احنا عارفينه بقى في الدرع. ان هو بيطلع ايجابي. ولازم يتحلل في الاستور مش في الانتي بودي يعني، انا مش في الدم، ويبقى عنده ورم في البنكرياس. الحاجه الثانيه الخساسين، اي واحد ده مميز جدا جدا في البنكرياس. وخساسان ممكن يبقى عامل بيقول لك اصل انا ماليش نفس، فانا خسيت عشان ماليش نفس، ما هو هو اللي خلاك مالكش نفس. يعني ما تحاولش تفسر ان انت ايه خسيت عشان ما بتاكلش، لا، اي حد عنده وجع ويخس دي جرس، جرس عندي لازم ابص كويس جدا جدا جدا. الحاجة التالتة السكر، في ناس يعني كتير من العيانين هو ما عندوش سكر، يقول لي جالي السكر وبعدها بشهر شهرين ابتدى يجي لي وجع، اكتشفوا ان ورم البنكرياس نفسه بيطلع مادة ضد الانسولين والمادة دي بترفع السكر. فاللي ممكن تخلي واحد ما عندوش سكر يجيله، او واحد عنده سكر يلاقي السكر ابتدى يلخبط. فانا لو لقيت عندي عيان عنده وجع في بطنه وجاله سكر قريب او سكره ابتدى يلخبط زياده شويه في الفتره الاخيره دي، لازم هنا اربط الحاجات دي ببعض، هي بازل كده مش سهل انك تجمعها، بس لازم تبقى في دماغك. والدكتور الشاطر، دكتور البطنه الشاطر المعلم بقى اللي هيجيله عيان عنده سكر وعنده وجع في بطنه وبيخس، لازم يحط في الاعتبار ان قد يكون، مع اعتبار ان ده سكر بمضاعفاته باسيتون دايابيتيك كيتو اسيتوزس، انه بيعمل الم في البطن والسكر بيخسس ما هو هو جاي كلاسيكي كده الف ب، انت بتقول لي ده لازم تضع في الاعتبار الشبع القاتل اللي هو سرطان البنكرياس، زي ما تضع في اعتبارك ان انت ممكن وانت بتعدي وحد خبطك كده بعربيه، ماشي قد يكون حد اللي خبطك بعربيه ده مش قصده، وممكن يكون قاتل محترف جاي يقتلك. يعني لازم اكون شكاك في الطب، لازم اكون انا دماغي في عفاريت في الطب بجد، يعني لازم اكون سايكوباتي شويه نفسيا كده، ان انا اشك في الحتت لانه مقلب جامد قوي. ايوه التشخيص بالذات اورام البنكرياس، كل ما انا اتاخرت كل مهما انا عملت مش هدي النتيجه اللي اخدها لو انا اكتشفت الكلام ده بدري. يعني في عيانين مثلا ساعات بيبقى حظهم كويس ان عمل منظار لقى حاجه صغيره في الاثنى عشر، خد منها عينه طلعت ورم، ده بيتعمل له عمليه العيان بيخف تماما خلص من القصه كلها. عكس العيان بقى اللي هو ابتدى يحس بوجع وابتدى يلف وابتدى يعمل، وساعات كتير للاسف الاقي مثلا جات له صفر فراح مركب دعامه، طب وبعد كده عملت ايه؟ لا ولا حاجه. طب هو يعني
السفره جت منين؟ يعني ليه يعني الدعامه دي حطيناها عشان في حاجه سادة؟ ايه الحاجه اللي سادة؟ لا ما دورناش. ورم في دماغ في راس البنكرياس دخل على مسار السائل المريري قفل بالظبط. فكل ما انا قدرت اشخصه والقطه بدري كل ما النتيجه بتاعتي بقت احسن كتير. لذلك بقول احنا هدفنا في النوعيه دي من البرامج الثقافه، ما هو من غير الكلام ده الناس مش هتعرف. يعني انا سعيد جدا بالحوار ده، شرف كبير لينا ان انت تكون معانا بجد. الله يخليك. يعني فعلا يعني شرف كبير جدا للثقافه المصريه العربيه ان يكون فيها هذا النوع من الحوار الطبي الراقي جدا، لان ده حياه كل حاجه في الدنيا بتخدم، بس ما يكون الحوار يتلخص في كلمه انقاذ حياه فده هو اكيد ارقى انواع الحوارات. القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير العالمي في عالم جراحات الكبد والبنكرياس استاذنا الاستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار استاذ جراحات وزراعه الكبد الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس زميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقناه المراريه والبنكرياس وعميد معهد الكبد السابق، نورت كالعاده. الله يخليك. البدله دي منين؟ انت هتقول لي. انا بص ما بعرفش مسكين. خليكم مع الناس الحلوه. الأسنان شيء مهم جداً، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبداً إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة أسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من درس ويقول لك أنا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مدة وحصل وحصل وحصل، أبص في بقه الدرس مش موجود أصلا. مساء الخير، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنان. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي، ملوش اي علاقه. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه دخلت بالسعال ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كليه الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. بدايات تطور طب الأسنان قديمة جداً، برع فيها القدماء المصريين وحضارة بابل وقبائل المايا في أمريكا الوسطى والجنوبية اللي مارسوا زراعة الأسنان الصناعية واستخدموا حفارات يدوية مصنوعة من الخشب. أما حضارة الهنود الحمر في القارة الشمالية فاستخدموا الذهب في حشو الأسنان ومارسوا زراعة الأسنان وإعادة غرس الأسنان كما فعل القدماء المصريين. وقد لا يعرف الجميع أن العرب أيضاً أسهموا في تطور طب الأسنان في العصور الوسطى على يد الجراح الأندلسي أبو القاسم الزهراوي اللي عاش في الأندلس ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي، وكان أول من وصف طريقة زراعة الأسنان باستخدام عظام الثور، ملهماً لمن جاء بعده في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين.
حقنة البنج الأول كنت بخاف منها، دلوقتي لا. متوترة أكتر حاجة إن الأدوات لازم تبقى معقمة عشان فيروسي ومش عارفة إيه، ببقى قاعدة بقى موسوسة شوية يعني. حقنة البنج ما بتخوفنيش لأن أنا بخاف منه، بس الأدوات بتاعة الأسنان علشان الفيروس، نالي فيروس سي. لا، هي حقن البنج عامة بتبقى صعبة يعني، مش أي حد يقدر يستحملها. إبرة البنج والمعدات اللي هي بيقوم بعملها تنظيف الأسنان وتسليك الأسنان والمعدات كلها، عشان بتبقى حملة نقل المرض او ما تعقمتش كويس او ما عملش عملية كويسة في التعقيم، فتبقى سهل جدا ان هي نقل الامراض وخاصة فيروس سي. اهلا بكم، يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. خليني اقول لكم انه الحكاوي النهاردة كتير، لكن هبدأ بواحدة من اقصى بالسين، من اقصى انواع الحكايات حول طب الاسنان. حكاية رصدتها ديلي ميل البريطانية عن آدم مارتن. آدم مارتن ده 41 سنة وهو بيأكل فشار، على حد التعبير قطعة فشار، دخلت قطعة الفشار الصغيرة ما بين سنانه، ما بين درس وسن، وبدأ يحاول على مدار كام يوم أنه يخرجها بكل حاجة. استخدم بقى، قالوا إيه، استخدم غطاء قلم، مسواق، قطعة بلاستيك، وبعدين بدأ يستخدم مسمار معدني رفيع. وبسبب ده كله انفكشن بدأ يجيله في اللسة، واللسة بدأت تلتهب، وامتد الالتهاب، امتد الالتهاب من اللسة إلى تيار الدم، ومن تيار الدم أصاب صمام في القلب، وكانت النتيجة إن صمام في القلب التهب، ودخل في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، منها التهاب كمان في غشاء محيط بالقلب. كل ده وصله إلى أنه يدخل غرفة العناية المركزة، والسبب حتة فشار. هو دي هي الفشارة دي. وطبعا المسمار المعدني اللي استخدمه، وهو والحاجات التانية كتير اللي استخدمها. في ناس بتتفرج عليا دلوقتي تقولي طب ما أنا جربت حاجة زي دي قبل كده، وياما بلبسه قلم، بحته سلكه صغيره، بتاع عود كبريت قطمته من النص كده ورفعته وما حصلليش حاجه. فلت مره ويمكن اتنين، لكن التالته ثابته. فلت يمكن وانت عندك 30 سنه، لكن بعد كده هيحصل لك مشكله، او في يوم من الايام هيحصل لك مشكله في منتهى الخطوره. فخلي بالكم، هذه القصص حقيقيه وموجودة بره وموجود زيها هنا، وممكن ما تشخصش ويكون السبب بداية القصة التهاب في اللثة. تعالوا بس الأول نقرب من قصص مثيرة جدا ومهمة جدا النهاردة، زي ما قلت لكم قصص كتيرة وقصص مثيرة، مع ضيفتي العزيزة التي تبدع دائما في حوارها وتبدعني بهذه القصص المتميزة للغاية. طبعا ضيفتي العزيزة الأستاذة الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب قصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين بكلية الطب قصر العيني، صاحبة ماجستير جراحات الفم والأسنان والحاصلة على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، وعضو جامعة الأمريكية لجراحات الأسنان. أهلا بيك دكتورة. أهلا بيك دكتور أيمن. من معظم في الأسنان، معظم النار من مستصغر الشرف. طبعا هبدأ بالقصة الأولانية، القصة المهمة قوي. بتقول هي ركبت على زرعة طربوش، للأسف بتقول إن الطربوش ده طلع لونه رمادي وفي حس أسود واضح. إيه القصة دي؟ إيه اللي حصل وإيه الحال؟ القصة دي قصة مشهورة جدا، إن إحنا غصب عننا في الدنتستري عموما لازم نجمب قدام كتير، ولازم نجري علشان نحل مشاكل المرضى اللي هي تعتبر مشاكل تجميلية. لأن إحنا لو فكرنا هنلاقي إن المريض كل اللي هو محتاجه إن هو يركب طربوش حلو يأكل عليه، مش مجرد طربوش يأكل عليه. زمان كان الناس بتعمل إيه، أو الدكاترة بتعمل إيه، بتركب لك طربوش وخلاص، لكن مش حلو. دلوقتي الناس بتبقى seeking for perfection، عايزين الأحلى أو المثالي أكتر. عشان نحل المشكلة ديت، دي حاجة أنا بعملها والتكنيك موجود في الكتب، بس ما فيش حد كتير بينفذه لأنه تكنيك متعب جدا ومكلف جدا. لو جيت قلت للمريض أنت هتدفع ثمن الطربوش مرتين أو ثلاثة، طبعا ده مستحيل. بس أنا بعمل كده حتى لو أنا مش هكسب، بس أطلع الحاجة perfect. يعني مثلا الحالة دي، الحالة ديت فيها فكرة،
مبدئيا هي الحاله ديت احنا مركبين لها الفينيرز اللي قدامك دي كلها، لان هي جايه من بسنان لونها اصفر وشكلها مش جميل، والسنتين الجانبيتين دولت مفقودين. فاحنا اول حاجه عملناها ان احنا ركبنا فينيرز، حتى تعرف انها فينيرز ازاي من الجنب، هتلاقي الجنب بتاعها مش متغطي، جنب السنه مش متغطي. عملنا زرعات، الزرعات ديت بتتحط بعمق معين، يعني الزرعات دي ليها فكره، لازم الزرعات ديت بتتحط بعمق معين، لان الناس بتجري ورا كلمه الارخص. انا رحت لفلان او فلان عامل اعلان الزرعه باكس، يطلع الاكس ده ما يجيبش ثمن الزرعه. طب ازاي؟ انا نفسي مش فاهمه على فكره لحد دلوقتي ازاي، بس مش مشكله نعديها. الزرعات ديت ليها طول وعرض ويتحط في كثافات معينه، ومش كل واحد ينفع له كل انواع الزرعات، وفي حاجات قريبه من الجيب الانفي محتاج شكل معين للزرعه، في زرعات عايز ديامتر معين، يعني ديامتر تخانه معينه او عرض معين، سمك معين، محتاج حاجه قليله قوي عشان المكان. في ليها حسبه، مش الموضوع مع الناس بتفكر ازاي تجري ورا التكلفه، مش تجري ورا النتيجه، لا انا بجري ورا النتيجه. قدرنا نحطها بعمق معين بديامتر معين عشان اطلع الشكل في الاخر زي بعضه بالظبط. خلصنا القصه دي، هنيجي بقى لقصه التركيب. التركيب دي بقى هي دي القصه كلها. احنا الجزء اللي لونه رمادي في موف ده الجزء اللي بيبقى جوه الزرعه، ده بيبقى غطسان جوه، العيان ما بيشوفهوش. الجزء اللي بعد الرمادي هو ده اللي بيبقى ظاهر في بق المريض، ده اللي المريض بيشوف جزء منه او بيشوف الخيال بتاعه. احنا بقى هنا عملنا ايه، او الناس عاده الدكاتره اللي بتطلع الشكل الرمادي بتعمل ايه، بتعمل حاجه ان هم بيركبوا الطربوش على الجزء الرمادي اللي باين على طول، ما بياخدش مرحله قبله، ما بيعملش بطانه. ليه؟ لان البطانه دي مكلفه جدا، يعني انت هتقول للمريض ادفع ثمن الطربوش مرتين، تكلفه عاليه جدا، بس انا ببقى عايزه البرفكشن اهم عندي من تكلفه، او اهم عندي من اني اطلع هامش ربح. ده الشاسيه، بص الشاسيه دوت، انت قدامك الفتحه اللي بتدخلك على الزرعه طالعه قدام. تخيل لو ده شكل الطربوش وهو الخرم دوت موجود، بيجي الدكاتره اللي بيشتغلوا بالتكنيكس القديمه يقوم قافل الحته دي بحشو ابيض وخلاص، يبقى لازم الحته دي هيبقى لونها مختلف، لان الحشوه ليها انعكاس ضوء غير الطربوش، وعندك من ورا البطانه اللي هي الزرعه بتديك انعكاس ثالث، بيديك شكل مختلف تماما غير اللي انت عايز توصله او اللي انت عايز تعمله. فاحنا هنا عملنا ايه؟ عملنا اول حاجه البطانه، وهنا في فكره، الفكره دي عميقه جدا، وبرده مش اي حد بيشتغل، التكنيكس معقده ومكلفه. احنا هنا عاملين الطربوش دوت سكرو ريتيند، يعني ايه؟ يعني الطربوش دوت بيدخل في الزرعه بمسمار. ليه؟ عشان ما يحصل اي مشكله وعايزه انا اشيل الطربوش، ساي لونه مش عاجبك، عرضه مش عاجبك، عايز تلمعه زياده، عايز تغمقه شوي، اي حاجه، هنعمل ايه؟ هنقوم داخلين في المكان التيوب ديت او الممر الاسود ده بمفكه كده عادي مخصوص طبعا لكل زرعه، بتفك انت الطربوش دوت او البطانه الداخليه دي، بتشيل، بتقوم انت مغير، برجعها له بربطه مسمار. ده احسن لك جدا في ايه؟ قللت السيمنت، لان ماده اللزق اللي هي السيمنت دي بتعمل التهابات وبتعمل مشاكل حوالين الزرعه، بتقلل عمر الزرعه، فانت بتقلل استمنتيشن خالص، انت شغال سكرو ريتيند. ماشي. تاني حاجه بتخليها مور اكيوريت، يعني انت لما بتقفل بمسمار، فانت بتقرط كويس، ما بيبقاش فيه فراغات. لما بتحط طربوش بلزق وارد جدا انه ما يكونش داخل في مكانه 100%، انت ما انتش شايف بعينك حاجه، لان اول ما بتدخل الطربوش اللزق بيبقى حواليك شيء مغطي كل الاماكن. مش دي المشكله الاولى. المشكله الاساسيه ان السمنت دوت لو دخلت منه باي بواقي في اللثه بيعمل التهاب، لو دخلت بواقي عند الزرعه بيعمل فيها بيري امبلانتايتس وبيعمل مشاكل بعد كده، يعني بيقلل حوالي. يعني بيقلل عمر الزرعه. يبقى احنا قللنا الفكره بتاعت ان هنعمل حاجه سكرو ريتين. بعد بقى ما بنمسك الشاسيه ده كويس في الزرع، بنحط له طربوش تاني من بره. يبقى انت كده عملت كام طربوش للسنه الواحده؟ طربوشين مش طربوش واحد. التكنيك دوت مفيش حد بيعمله لانه مكلف جدا، وليه انسترومنتس اكتر، انت بتكلف الحاجه اكتر، بس ده في سبيل ايه؟ اطلع الشكل كده. لو ركزت جدا في الصوره هتلاقي ان الطربوش اللي متركب على الزرعه
بالظبط لون السنان الاماميه، ولا رمادي ولا غامق ولا شافف، اللون الرمادي بتاع الزرعه. فانت كده وصلت العيان للحاجتين اللي هو عايز يوصل لهم. بص الانعكاس الضوء هنا شكله ايه يا دكتور ايمن؟ بجد موضوع متعب متعب عشان نوصل للبرفكشن ده، عشان نوصل لانعكاس الضوء ده، عشان نوصل ان العيان فعلا يطلع ناتشرال ابييرنس، ما فيش اي حاجه متركبه، هو خلقت ربنا من الاول للاخر، ما مدناش ايدينا يطلع بيرفكت. المريض دايما بيدور على حاجتين، بيدور على طربوش حلو، بيدور على طربوش ياكل عليه، يعني الجمال والفانكشن، بيدور على الحاجتين دول. انت بقى تقعد تقول له هتزرع، هتتكلف عظم، هترفع حاجز انفي، هتستبعد عصب، هو ملوش في كده، اعمل اللي انت عايزه، ده مش قضيتي. كل الافورت اللي انت بتبذله، الميديكال افورت اللي انت بتبذله سيرجيكال، العيان ما بيحسش بيه خالص. هو بيجي يقول لك في الاخر الطربوش لونه غامق، لونه فاتح، ما بيبصش قد ايه الافورت اللي انت عشان توصله اصلا لمرحله الطربوش. بس انا عشان اعمل المعادله دي غيرت التكنيكس بتاعتنا خالص، بقينا نشتغل سكروريتين، بقينا نشتغل الطربوش طبقتين وبنفس التكلفه. ما بقولش العيان انت دابل فيز، لا، بس عشان اوصل للنتيجه دي. الحته دي تخليني اقول برضو انه في تفاصيل كتيره ممكن العيان بعضهم يهتم فيها، بعضهم يعني مش هيقدر يستوعب الكلام العلمي التفصيلي، لكن كلهم اللي مهتم بالتفاصيل العلميه واللي مش مهتم بالتفاصيل العلميه، الاثنين مهتمين بحاجه تانية، النتيجه. انا صح. يا عم في الاخر ليا ان انا اطلع شكلي حلو واقدر اندغ واعمل كل حاجه بس حلو. الشكل الوظيفه. الوظيفه. اللي في النص ده كله ما العيان ما بيفكرش فيه اصلا، وبينساه، ما بيفتكرش هو تعب مثلا او هو عمل كام زرعه او ما بينسى كل التفاصيل دي. زي بالظبط انت لو رحت مثلا لحد بيفصل لك حاجه، انت مالكش اي علاقه هو تعب قد ايه، هو ليك في الاخر الحاجه طالعه فيت ولا لا. هو ده بالظبط نفس طريقه تفكير المريض لما بياخد كراون. السؤال الثاني سؤال مركب شويه. عيان شكله فاهم قوي، بيقول انا ركبت تركيبه وكنت خايف من الحز الاسود. حلو قوي. راجل مذاكر وخايف من الحز الاسود. وعارف ان في حز اسود. بس ما طلعلوش حز اسود. الحمد لله. هنغير اللون بقى. طلع له حز بامبي. اه. والسنه طولها مش حلو، والشكل مش طبيعي. هي الحقيقه القصه دي كلها تخص بنت. اه، لازم تخص بنت. اه، بنت عندها دقه في التوصيف. لازم تخص بنت، محدش هيدقق قوي غير لما يبقى بنت. انا بقى بصي. خلي بالك لما قالت الطول مش حلو، فانا ببصيت على البتاع على لقيت ايه، هي بيقول ركبت تركيب ماشي مش باينه، وهي في بس هي ما فيش حد اسود، ده في حد ذاته تقدم. اه بس بقى قلب بقول انا بنغير الالوان. طيب هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه قريبه جات لي في المركز متقاربه مع الفكره دي، وهي برضو ست كانت عامله تركيبات شكلها وحش، وهي عاملاها عند حد معروف، وكانت بتقول انا فعلا تعبت لما وصلت للنتيجه ديت، بس انا مش قادره استوعب ازاي بعد كل دوت ويطلع الطربوش شكله مش طبيعي. العيان كون انه يوصف اسود، يوصف رمادي، يوصف بامبا، الخلاصه كلمه واحده not natural، ده مش طبيعي. الطبيعي مش هتعلق عليه، العيان مش هيلاقي كلمه ينطقها، خلاص ده طبيعي. طالما العيان علق يبقى هنا في مشكله. المشكله ديت ليها شقين، اعتقد ان الحاله دي ممكن تكون اقرب ما يكون للبنوته اللي بتتكلم. لو تاخد بالك يا دكتور ايمن، الطربوش اللي في الشمال عالي عن الباقيين، ولونه ورقبته لونها بامبا، ده منظر مش طبيعي، واللون مش طبيعي. نمسك حاجه، نمسك اللي هو سنة اللي هو سنة. اللي هو جنب السنتين الاماميتين. اه الموضوع دوت ينقسم لشقين، اول حاجه لون وطول. اللون مش مظبوط ليه؟ لان دوت نوع من انواع البورسلين، وعلى فكره ده بورسلين مش معدني. البورسلين خامته مش حلوه ومعتم. المريض دايما بيحاول ان هو يبقى نظريه التخوين، الدكتور ليه يعمل لي الطربوش بالمبلغ ده
وانا ممكن اعمله عند دكتور تاني بعشر المبلغ ده علشان الكواليتي. ده نوع من البورسلين مش كويس، معتم كانه معدن بس لونه ابيض، شكله غير طبيعي. انت حتى لما تبص له تحس ان هو ما فيهوش حياه، كانه هو لطعه سيراميك، مش حلو. دي اول مشكله. المشكله الثانيه ان هو علشان يهرب من التجميل اللفة ام طول ام عامل لون بامبا، قال يعني هو ده الحز البامبا بتاع اللثة حطه في البورسلين. البورسلين الملون حاجة حديثة بس استخدمت بطريقة مش مظبوطة، ما يستخدمش كده خالص. فهو عمل ايه؟ ادى سنة الامامية، دي اسمها امامية، ادى سنة امامية في بنت شكلها وحش. اول ما تبتسم كل الناس عينها تروح على السنة دي، دي سنة مش ناب، كل الناس عينها هتروح على السنة دي شكلها وحش. طيب القصة دي بقى حلها ايه؟ القصة دي حلها ان الدكتور ده لازم يكون مذاكر تجميل اسنان، مش مجرد دكتور تركيب ابرد الزق، لا، لازم دكتور التركيب يبقى عنده فكرة، يفكر انا لما اعمل التربوش ده هيطلع شكله ايه؟ طب لما يطلع طويل ومعتم يبقى انا عملت ايه؟ طب ما العيان هيجي يقول لي انا مش راضي، التركيبه شكلها مش طبيعي، انا مش مبسوط. فهو دوت الفكره اللي بتفرق ما بين دكتور والتاني او مركز والتاني، ان في واحد فكر في قدام وواحد فكر قدامه بس او بص تحت رجله. بص يا دكتور ايمن، النتيجه مفيش فرق في اللون، مفيش فرق في الاطوال، السنان شكلها طبيعي جدا. ايه اللي احنا عملناه؟ ما عملناش اي اعجاز، احنا بس فكرنا. اول حاجه الحاله دي لازم يتعمل السنان كلها فينيرز. قبل ما نعمل الفينيرز لازم نعمل تجميل في اللثه، لازم نظبط المستوى. السنان اللي قدام تبقى نفس طول السنان اللي ورا، او تظبط المستوى بطريقه عاديه، طول عمر الناب اطول من اللي جنبه حاجه بسيطه قوي. السنان الأمامية عريضة، الجانبية رفيعة، بعد كده تدخل في الناب، بعد كده تدخل في الضواحك. لازم يبقى في ترتيبة في الطول من حيث اللفة، ولازم يبقى في ترتيبة في الأحجام، بتتدرج الأحجام بشكل إحنا بنبقى فاهمينه لما بنطبق الكلام اللي إحنا مذاكرينه ده في بق المريض، يدي الشكل الطبيعي. السنان الأمامية عريضة، الجانبية أقل، بعدها ناب، بعدها لازم لها شكل. ده الشكل النهائي. بص حتى هتلاقيها بتضحك بنفس، قبل كده كنت بتصور وهي قافله بقها ومش متضايقه من الوضع. المشكله دي عشان تتحل في عقبتين هيقابلوا المريض او بيقابلوني انا مع المريض، لان انا اللي بحط البلان وانا اللي بشخص وانا اللي مسؤول عن النتيجه. لما بتيجي انت تكلم المريض تقول له حضرتك هتعمل تجميل في اللثه، يعني دي عمليه، وهتعمل فينيرز لكل اسنانك، يعني انت بدل ما بتدفع اكس هتدفع 10 اكس. ليه؟ لان انت مش هتعمل طربوش، هتعمل 10. فيجي يقول لك ايه ده، لا خلاص انا كده كفايه عليا الطربوش اللي شكله وحش، ابو حدود بامبا او حدود سودا او. ده اللي بيخلي الدكاتره اللي بتطلع الشغل الوحش تطلعه وحش، لان المريض مش موافق ان هو يعمل الخطه التجميليه مظبوطه، فالدكتور يمشي على كلامه فتتفاجئ في الاخر نتيجه غير مرضيه، فيحصل الكلاش اللي بيحصل، اللي هو انت اللي طلبت، طب ما انت الدكتور، طب ما انا المسؤول، لا انت اللي طلبت. تبقى هي دي الحوارات. انا بعمل لي حاجه ظريفه جدا، انا بقول هو ده الصح ومش هعمل غير الصح، علشان ايه؟ نقفل الكلام دوت خالص، لان انا عارفه، ببقى عارفه ل 27 سنه شغل، ببقى عارفه اللي هيحصل ايه بعد تاني يوم اسلم الطربوش. فانا ما بقتش امشي ورا من فضلك اعملي على مسؤوليتي، ما بقتش احب الجو دوت خالص، بقيت اعمل الحاجه الصح، يعني هعمل الصح علشان ده المنطقي في كل فروع الطب. والله يعني ده في كل فروع الطب لازم تعملي الصح، مش مفيش. والمفروض بص النتيجه يا دكتور ايمن، بص ابتسامتها، بص اللمعه بتاعه الاسنان طبيعيه جميله مريحه للعين، اللون نفسه مظبوط مع بشرتها، انت لما تبص تحس ان انت حابب تبص، جميله اللون، الرسمه، اللمعه. بص بقى الافتر والبيفور، بص الصفار، وبص بص المنظر مختلف. المريض ينبغي ان يثقف نفسه، يكون مثقف، مثقف بمعنى اشياء كثيره جدا، من ضمنها انه يكون عنده من الثقافه اللي تخليه يبقى عنده الثقه
في الدكتور، لان ده جزء من الثقافه. من جزء من الثقافه انه يكون فاهم البروسيدر، لما يطلب منه حاجه ده مناسب، يطلب منه اشعه مقطعيه، انا مطلوب مني اشعه مقطعيه ده مناسب، ده فعلا ده جزء من الخطه العلاجيه، لانه انا قريت انه كده. بفاهم الانواع الموجوده من الزرعات او الانواع الموجوده من الارتكلز اللي بتستخدم في سواء في الاسنان او في غيرها. الثقافه، الثقافه ده شيء مهم جدا. نورتي. ميرسي يا دكتور. ايه ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب، وصاحب ماجستير جراحات الوجه والفكين، وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان. نورتي. ميرسي يا دكتور ايمن، خليكم دايما معانا مع الناس الحلوه. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم السمنه، لكن دايما اتكلم واقول انه السمنه كارثه، لكن مش الكارثه دي حصلت امبارح ولا اول امبارح ولا الاسبوع اللي فات زي ما الناس بتقول لنفسها. يعني بتلاقي ناس كتير قوي تكتب على السوشيال ميديا جمل تدل على انهم ما عندهمش ثقافه حول وزنهم فعلا، اللي هو ايه، احنا طالعين بقى من الحظر اكيد تخان قوي. لا، هي مش الحظر اللي خلاك تخين، ولا راجعين من العيد بقينا بقى مش عارفين نعمل ايه. لا يا باشا، القصه بدأ من زمان. السمنه مش يوم وليله، السمنه تاريخ، السمنه من وانت طفل. لو رجعنا للفيديو ده، الفيديو ده عبقري، بيوريك ان السمنه بتبدا من اليوم اللي تجهز لك فيه فاست فود، اللي تجهز لك فيه الوجبه الاولى، مش الوجبه، السم الاول اللي بدا يدخل جسمك. السم الاول اللي بدا يدخل جسمك ده احنا شفناه. لو رجعنا للفيديو تاني، ام بتجهز يعني انجكشن كانها بتدي للولد علمي غير جراحه، في حلول علميه في اوزان تانيه زي الرجيم والرياضه والى اخره، تمام. لكن في وزن معين الجراحه، الجراحه هنا في اسئله تحيط بها كثيره، هيكون ده محورها النهارده مع ضيفي العزيز، واحد من الاسماء اللامعه في عالم جراحة السمنة. الحقيقة بيبهرني بأسلوبه العلمي الرائع جدا كأكاديمي محترف بلا شك، وطبعا أكيد بنستمتع بالاستماع إلى قصصه العلمية المنبثقة عن عمل جماعي، عمل جد جدا، عمل كاد جدا، وفي الكثير من الأخذ بالأسباب اللي هي ملخصها التكنولوجيا المتقدمة والعوامل المساعدة التي تكفل في النهاية إلى عملية جراحية ناجحة للغاية. القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الـ SRC. منورني يا دكتور كريم. أهلا وسهلا. طبعا أنا عارف إنه ده رمز الـ SRC، صح كده؟ الايجيبشن سوسايتي SRC كان البادج اللي فات. ماشي، دي انت حريص على انك تعرف ايه SRC ده. SRC هي يعني دي مؤسسه امريكيه بتقوم على تقييم معايير الجوده في مراكز السمنه، ويمكن فيها تخصصات تانية مختلفه. يعني انصح كل التخصصات ان هي تحصل على الاكريديتيشن ده، وتكون يعني شغلها طبقا للمعايير الدوليه اللي هي المنصوح بيها دوليا. SRC هي مؤسسه قائمه على ان هي تطبق كل معايير الجوده في مجال جراحات السمنه. بيقيموا التيم اللي هو ده تيم متكامل، في يعني تغذيه علاجيه، في علاج طبيعي، في التخصصات اللي هي المتكامله لاجراء السمنه او اجراء جراحات السمنه. حتى التمريض بيشوف يعني المؤهلات بتاعته، طريقه تعامله مع العيان، وبيقيمه ده عمليا. بيشوف تجهيزات اوض العمليات اللي تجرى فيها الجراحه، هل الترابيزات دي يعني مؤهله للاجراء ولا لا. على سبيل المثال،
انت بتشتغل بادويه ايه في البنج؟ تقييم دكتور التخدير نفسه هل هو مدرب على اجراء جراحات السمنه ولا مش مدرب، ولا هو يعني من الناس اللي هي الهاويه يعني للجراحه؟ في كمان انت جراحيا انت بقى بتحضر العيان بايه؟ ايه الفحوصات اللي بتطلبها من العيان؟ هل هي طبقا للمقاييس الدوليه ولا لا المنصوح بها دوليا؟ بتدي ايه للعيان انت كجراح يعني بتدي له ايه تعليمات ما بعد العمليه؟ العيان بيبقى عندك كام ساعه في المستشفى؟ بتمشي كمتابعه كل قد ايه؟ كل اسبوعين ولا كل شهر، ولا بتدي متابعات لمده 6 شهور ولا كل سنه ولا بعدين؟ يعني طبعا دي تقييم كامل لمنظومه العمل ومنظومه الاجراء الذي يجرى العيان زي نظام الجوده في اي مؤسسه ثانيه او يمكن في المصانع في المستشفيات في الحاجات. احنا لينا برضو تصنيف جوده دولي اسمه الاس ار سي، دي مؤسسه امريكيه تقوم على التقييم. وانصح كل التخصصات على فكره في مجالات مش بس السمنه، ان في النساء في الجراحات الاخرى في يعني يمكن مسالك او اي تخصص، هو يعني انصحهم بيه ان هم ياخدوا الاكريديتيشن ده. دي حاجه تقييم دولي ويخلي فعلا احنا كلما زادت عدد الشهادات عندنا في مصر هي تبقى يعني احنا نبقى ريفيرال للناس الثانيه، لان العيان الاجنبي بيبقى عايز يعني مركز اكريديتد او مركز حاصل على الجوده، يعني اللي هو بيطبق الحاجات اللي بتحصل في كل اي مكان في العالم. هو هل دي مطبقه عندك ولا لا؟ اذا كانت مطبقه هو ليه لا يجي عندك هنا؟ وبالعكس ده مصر هي مقصد لكل دول العالم بما فيها من اماكن سياحيه مميزه، من خدمه طبيه قد تكون منافسه شويه للاسعار العالميه خصوصا في مجال جراحات السمنه. يمكن تغيير العملات او الحاجات طبعا او فرق يعني الحاجات الاقتصاديه عندنا ارخص شويه من اماكن بره. فاذا كان هناك يعني يمكن تقييم دولي، مراكز معتمده، اماكن امنه، بلد امن، اماكن سياحيه عاليه، اسعار قليله، احنا يمكن يعني مقصد لكل دول العالم وخصوصا الدول الخليجيه وكل الاماكن يعني الجوار، يعني بتقصد مصر لما فيها من مقومات يعني طبيه كويسه. لو بدانا حوارنا النهارده بمنطقه المريض الشاب الصغير اللي كبر بسمنه وسكر، ما هو عنده الاثنين وده بقى موجود كتير، يعني بيجي لك حالات كتيره عندها 25 26 30 سنه وعنده سمنه وسكر، سكر من النوع الثاني مثلا، حتى من النوع الاول عنده سمنه، فبيكون جاي لك بمرضين وجاي بتخوفين، تخوف السمنه بكل مشاكلها وجاي لك بتخوفات السكر الثابته اللي هي في الثقافه بتاعتنا. كيف تتعامل مع هذا النوع من المرضى وما هو اختيار العملية الأنسب له؟ حقيقة بتبقى دايلما كبيرة جدا ومحتاجة تقييم كويس، لأنه أحيانا بيبقى يعني محظوظ لو عنده سمنة وغير محظوظ، وبخلي الواحد فعلا قلبه متقطع عشانه، لأنه بيبقى الطفل الصغير اللي هو مولود بالسكر ويعني ما عندوش وزن أصلا نحيف، ما عندناش حل للاسف يعني يكون يعني مفيد بالنسبه له، لان النحافه تعني ان انت ما مالكش حلول يعني جراحيه. اذا كان هناك وزن زايد يبقى انت عندك حل من اثنين، يا اما تكون سكر من النوع الثاني، وهنقيم ده بقى بالسي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهوما والانتيجاد، كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض. انت نوع ثاني هتبقى من اكثر الناس حظا، لان انت هتخلص من السمنه وهتخلص من السكر في عمليه واحده بس اللي هي تحويل المسار. طيب انت بقى لو شاب صغير وعندك وزن زايد وسكرك من النوع الاول، ما تيأس عادي خالص، هتنزل وزنك وسكرك هيتحسن لكن مش هيروح. يعني اذا لو كان نصيبك ان انت يعني زي معظم الناس اللي هي عندها سمنه مفرطه، ودول اكتر من 80 90% من فضل ربنا يمكن على البشريه، ان السكر من النوع الثاني هو الاكثر انتشارا في العالم، مش عندنا في مصر بس، يمكن في العالم هو الاكثر انتشارا، واكثر الناس فيهم بنسبه 80 90% بيبقى عندهم سمنه مفرطه. فانت اكثر الناس حظا، هتنزل وزنك وتعالج السكر تماما. ودي نصيحه لكل الناس المصابه بالسكر، لو عندك شويه وزن نزل وزنك. وعلى فكره يمكن الافسو من اخر يمكن من 3 سنين قال ان الناس اللي هي مش لازم كتله جسمها يبقى في معدل 35 عنده سكر، ممكن يبتدي من 30 و32 في بعض الاماكن، ممكن يبتدي يعمل يعني انت ممكن 20 كيلو زياده فوق الوزن الطبيعي. اقسم وزنك على طولك مرتين، لو كاسر ال 30 وعندك سكر غير منتظم، دي توصيات الافسو، اعمل العمليه لعلاج السكر.
ميتابوليك سيرجري او عمليه هدفها هو علاج السكر وهنزل شويه الوزن زي دي. طيب اقل من كده يعني مش هتبقى مستفيد قوي، ربما العمليه تحسن لك السكر بس هتنحف قوي، يعني اقل من الوزن ده هتلاقي برضو في نحافه ازيد بالرغم ان السكر هيتظبط لان هي نفس الطريقه اللي بتشتغل. فانا انصح طبعا الشباب او حتى الناس الكبيره اللي عندهم وزن وعندهم سكر من النوع الثاني اعمل عمليه، ما تفكرش اعمل عمليه. انقاصا للوزن هيقلل مناعه الانسولين، استبعاد الجزء من الامعاء في عمليه تحويل المسار بيقلل 70% من امتصاص السكريات والدهون، الاتزان الهرموني كله بيتغير في صالح المريض. طيب لو انت بقى عندك سكر من النوع الاول هيبقى عندك حل من اثنين، حاجه من اثنين. في معظم الناس اللي عندهم سكر من النوع الاول عندهم نحافه ما بينفعهمش، ودول نسبه اصلا قليله من الناس المصابه بالسكر، 5-10% يعني هو الناس المصابه بالسكر من النوع الاول اصلا قليلين، ودول هيبقى يعني نسبتهم قليله. فلو عندك وزن يبقى انت محظوظ هتستفيد ان شاء الله، بس السكر مش هيروح خالص، هتقلل جرعات الانسولين تماما وتلاقي حتى الجرعات المخيفه اللي انت تاخدها قبل الوجبات لو نسيت وجبه يعني سكر، مش تلاقي نفسك مضطرب مش تعبان يعني، هتلاقي الجرعات قلت لنسب قليله جدا، وتلاقي السكر الهاسل بقى بتاعه وبتاع الكلى وبتاع الشبكيه والاطراف والاعصاب هتلاقي كل الحاجات دي ابتدت تتهزم بصوره طبيه مظبوطه. ارجو يعني ان انا اكون لميت الموضوع الكبير ده في جمل صغيره، لو في اسئله يعني الموضوع ده انا احب يعني ان انا اوضح للناس كل الحاجات اللي تتعلق بيه، ولكن نصيحه ان الناس المصابه بالسمنه المفرطه عندك شويه وزن زياده ما تتاخرش اعمل عمليه تحويل مسار. المعلومه الاخيره بس عايز اقول يمكن تكون مفيده، مش كل الناس لازم تعمل تحويل مسار لعلاج السكر، مش لازم، يعني انت لو عندك سكر من النوع الثاني وعندك وزن ممكن تعمل تكميم عادي خالص ما فيش مشكله، هو من ضمن العمليات اللي هي من ضمن الميتابوليك سيرجي او عمليات علاج السكر، بس بشروط يكون سكرك يعني ماشي على اقراص او جرعات انسولين قليله، يكون سكر يعني في حدود الخمس سنين، يكون لسه المضاعفات ما حصلتش يعني شبكيه كده، هتنزل وزنك وهتعالج السكر ومش لازم تعمل تحويل مسار. اذا كان الامور اسوا من كده ممكن تعمل بقى تحويل مسار، هي اشد وافضل يعني من تكميم المعده في الناس اللي هم المتقدمين في العلاجات، المتقدمين في المضاعفات، المتقدمين في السن يعني اللي حصل لهم مضاعفات من السكر. السؤال التحويل المسار كعمليه ده سؤال علمي كمان، كيف تقيمها وايه اكتر الحاجات اللي انت ملاحظ انه الناس لازم تاخد بالها منها في اجراء اثناء اجراء العمليه؟ انا بتكلم كمان لشباب الاطباء او للناس اللي لسه داخلين الفيلد لازم وبيتعلموا لسه النوعيه دي من الجراحه. ايه بس ابديتد يحضر كل المؤتمرات الطبيه اللي بتتعلق بجراحه السمنه، لان كل يوم في حديث. يعني كنا زمان بنعمل على بعد 2 متر كاملين في معظم الناس، ولقينا ان ده يعني بيحتاج لفيتامينز اكتر، ولقينا ان ده مش محتاجين ان احنا نستبعد 2 متر كاملين ليه يعني. فابتدينا نبقى في بعض الناس بنعمل 150 سنتي فقط، متر ونص بس، واحيانا في جراحات السكر ممكن نقلل كمان، يعني انا اصلا مش داخل عشان انزل وزن، انا داخل اعالج سكر، ممكن اخلي المعده ازيد شويه في 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 الحجم، اكل فيها بارتياحيه اكتر. النمره الثانيه ان انا ما اعملوش سوء امتصاص بصوره قد تكون ضاره لي، حتى لو في وزن كبير جدا مش لازم ان انا استبعد يعني جزء كبير كما كان زمان. طبعا عمليه تحويل مسار المعده المصغر لها طريقه، يعني هي مش لازم هي قصه معده واطلع وتلاقي. طبعا والله وبتتعرض في مؤتمرات طبيه والواحد بيبقى مكسوف، ان يعني احنا بيجي لنا الواحد جراحين بتعرض حاجات عندنا في مصر، يعني بيبقوا جايين يعني احيانا بتبقى طريقه العمليه نفسها انت بتبقى مكسوف ان تتكلم يعني مع حد غريب وجاي يعرض حاجه انت مش مبسوط، يعني لان طريقه العمليه نفسها انت مش ساتسفايد بيها، وده احنا بنبقى قاعدين خلاص هنعدي الوقت وده اصحابنا وبتاع فنعرفه بعدين. ما نحرجش الضيوف يعني. ما نحرجش، طبعا عمليه تحويل مسار المعده المصغر لازم تبقى لها طريقه، يعني لونج نارو باوتش. معده طويله تمنع رجوع العصاره المراريه لفوق، ما انت يعني هات اخرك في العمليه. استخدم دباسات اللي هي الفليكس، ما انت ربما يكون امكاناتك الماديه بتاعت العين ضعيفه فانت مش قادر تشد الدباسات بصوره مظبوطه وتستخدم الدباسه الليجاسي فتلاقي نفسك مش عارف تدبس المعده بصوره، لكن في دباسات يعني دباسات فليكس بتديك انجليشن محترم تقدر ان انت تعمل بيها اي حاجه، يعني تقدر تطول حجم المعده لو عايز تنزلها. والله العظيم انا يعني انت عارف حضرتك بقينا من كتر اللي انت بتموت نفسك في سبيل ان انت تعمل حاجه كويسه
انت بتستخدم دباسه الفليكس وتاخد على بعد 2 3 سنتي بس من البيلورس، which is يعني difficult جدا ان انت تعملها كروتين يعني في الحاجات. فدي مش صعبه، دي تفاصيل على فكره علميه مهمه جدا في العمليه نفسها. دي حاجه مش صعبه. في دباسات زي الدباسه السجنية بديك انجليشن، ده يعني انجليشن بتلف كده يعني يمين شمال، دي متقدمه جداً. طبعا دي بقى تريحك في ايه، في انه تعمل لونج نار باوتش جميل. طب انا لو قصيت بالدباسه العاديه، لو تعمل معده بحجم مظبوط طويله اللي تبقى للمقاييس الصحيحه عن المعده دي، طب انا لو قصرتها، انا استخدمت دباسه مش مدين الانجليشن المظبوط زي الدباسات الحديثه دي، بتقص المعده انت تبقى قصيره، ويمكن عرضنا اشعه قبل كده ان حجم المعده اصلا قصير. واحد بيشتكي من عصاره مراريه بترجع في البق، طب انت عامل معده قصيره، اعمل سيتي فوليومتر هتلاقي المعده قد كده، محتاجه لعمليه اعاده، مش هتتصلح بالعلاج. يبقى اذا في حاجات فنيه ربما الجراح يعني طبعا لازم يعملها باحترافيه شديده. طيب انا بعمل عمليه تحويل مسار معده كلاسيكي، انا ما مش مش ما مش مش عارف انا اعمل الوصله اللي هي العاليه عشان ما اعملش تنشن على الامعاء واقوم الخياطه تبقى صعبه، ويعني خلاص ما تعملهاش. لكن ما تعملهاش بطريقه، لو مش عارف تعملها ما تعملهاش خالص، عشان انت لو سبت هي عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، دي بعض الحاجات البسيطه يعني في حاجات تفاصيل طبعا كتير. تحويل مسار المعده الكلاسيكي هي قائمه على ريستريكشن، يعني تقليل كميه الاكل، يعني الباوتش بتاعتها ما ينفعش تزيد عن مثلا 30 مللي، 20 30 مللي اقصى حاجه. ما ينفعش بقى تلاقي باوتش او معده جديده حجمها 100 سم، فانت العيان اصلا لن يستفيد من انقاص الوزن، لان هي انت فقدت القيمه زي العمليه دي. فعلا دي مرسومه كويس جدا في الانيميشن، حلوه جدا. معده صغيره يعني ما بتعملش العيان مارجنال ألسريشن، لان طول ما طول المعده في تحويل مسار المعده الكلاسيكي بيعمل قرح في المعده، وبيفقد قدرته على الريستريكشن، لان هي مش زي تحويل مسار المعده المصغر، يفقد قدرته على انه يبقى ينزل وزن. ينزل وزن هي طريقتها هي ريستريكتيف، هي قائمه على النقطه دي. لو انت على تقليل المساحه بتاعه الطعام، ريستريكتيف معناها ان انا بقلل محتوى دخول اكل. وحاجه كمان هي تقليل كميه المعده نفسها، بتفضي الاكل بسرعه جدا وتبقى مرتاحه جدا وجميله جدا. هي الطريقه دي هي مرتبطه بالصحه العامه للعمليه، لو ما عملتهاش انت كده فقدت القدره. تكميم المعده هي ليست تكميم، انت ده انا هي حضرتك بقى انت حضرت عين كويس واخترت له عمليه كويسه، ما عندوش ارتجاع شديد، ما عنده قيمته كويس يدخل بقى المعده، ما تسيبش قبه المعده، ده ما فيش دبوس فوق ودبوس تحت، تلاقي المعده ملويه، ما يكونش في ضيق في المعده، في حاجات كتيره طبعا لا يمكن حصرها في حلقه او يعني. لكن في فنيات التكميم لحد لوحدها عايزه حلقات ان انت تعمل فيها. تحويل المسار المصغر محتاج فنيات يعني احترافيه، يعني حتى الاورينتيشن نفسه بتاع المعده في تحويل المسار، انت ممكن تعمل عمليه تحويل مسار ولونج نارو باوتش جميله وتعمل وصله تويستد تقلب منها. هي طبعا انت ممكن طب وبعدين يعني الموضوع ده يعني محتاج، وبعدين العيانين مختلفين عن بعض، ربما تلاقي عيان سهل وزن 120 150 كيلو، طب وانت هتعمل ايه في وزن عيان 250 كيلو؟ ولا هتعمل انا يمكن امبارح كان عندي عيان من ضمن العيانين هو كان وزنه 220 كيلو، والحقيقه كان بطنه يعني جدار البطن سميك جدا، ده كان العيان من ضمن العيانين اللي اتعملت في وادي النيل، كان اخته جايه تعمل عمليه معايا يعني. المهم قعدت اتذكر الحاجات، هو العيان بيبقى في هو والعيله بتاعته بيبقوا منتظرين ان الجراح يدخل، هي عمليه تحويل مسار بس جوست ان انا هيت اند ران ادخل اعمل عمليه. فكرته يعني بال 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 بالموقف ان هو كان في حاجه وكان عمليه ستراجلنج، عضلات بطني يعني تخينه جدا، وانت بتشتغل في حاجه اسمها تورك، ان المقاومه بين المنظار والجدار البطن ده محتاج يعني تخدير رحلك البطن كويس، محتاج انت تكون محترف، الغرزه اللي تاخدها ما ترجعش فيها يعني، عايز خطوه يعني قدام. فطبعا اهله كانوا اهله كتير يعني وناس على فكره مهمه جدا وقاعدين منتظرين العمليه، يعني قالوا انت قلت لنا ساعه، طب هو ما ينزل في الاسانسير عايز له ربع ساعه وينزل عمليات ويتجهز قدام نص ساعه. كام؟ هي هو ما خدش ساعه. لا وزن كام؟ 220 كيلو. 220 220 كيلو عايزين تحويل مسار كده مخيفه. طبعا لا في اوزان ثانيه فوق 300 300 350 وفريق عمل بقى ده بتبقى هي خاصة. خطوات مرتبه، تخدير مرتب، خطوات فريق جراحي مساعد يعني مدرب،
تقنيات حديثه، انت اي عمليه تعملها، ما هي الوضع بس محتاج سيستم يعني. ما بقاش عندك اي حاجه يعني تقعد تفكر انت تعملها جوه العمليه، انت كل الحاجات كل الامكانيات، عايز عدسه طويله تكون موجوده، تخدير محترف ما يقعدش يشدد لك البطن طول الوقت. قصدي هي منظومه، اذا لو في حاجه منهم مش موجوده هتلاقي فيه طبعا حاجات يعني عكسيه هتتعذب فيها كجراح. سؤال اعلامي يعني، تحويل المسار عند الناس، عند الناس انا هو سؤال مش طبي، هو سؤال اعلامي عند الشعب، يقول لك ايه انتوا بتحكوا عن تفاصيل كتيره وتوصيله وقطع هنا وبعدين ناخد المعده في ستيبس. فدايما العمليات اللي فيها ستيبس وفيها خطوات، ودايما تقولوا ايه مش اي حد يعملها، ده لازم خبرات، لا يبقى هي دي بقى خلينا في العمليه الثانيه اللي هي ما فيهاش كل ده. ده معتقد شعبي عند الناس وفي دماغهم. طب يعني معنى كده انه النتيجه اللي هم واصلين لها يعني امنه قوي، ولا نسبه الامان تختلف؟ فحته نسبه الامان علميا ما بين تحويل المسار وتكميل المسار 100% الاثنين سيف، ما فيهاش حاجه خالص. هي نفس الوقت على فكره، هو تحويل المسار ما تفرقش حاجه خالص مع الجراح اللي هو المحترف ولا حاجه خالص. عمليه بسيطه جدا، هي يعني العادي الطبيعي خالص، ما فيش قلق خالص من الجانب التقني، يسيبوه علينا احنا بنعمله كويس جدا، انت بس يعني متابعه التعليمات، لكن الجانب التقني ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه خالص. عمليه تحويل المسار من العمليات سيمبل جدا جدا جدا، هي بس احنا طول الوقت بنتكلم على الظروف الملائمه لاجراء العمليه. انت جراح محترف ومكان امن، المستهلكات الطبيه على اعلى مستوى، خلاص انت محتاج ايه يعني؟ ده عمليه تحويل مسار عادي اللي هي الطبيعي. اقصد انه المعتقد العام، احنا برضو عذر الناس لان السوشيال ميديا والناس ما بتعرضش عليها حاجه كويسه خالص. انا عندي الجروبات اللي هي المتابعات بتاعتنا، عندنا جروب للسبورت كده بنتابع فيه العينين بتوعنا والعينين اللي مش بتوعنا. انا بشوف مقاسي يعني، الناس طبعا ما بتعرضش على الحاجه الشكوى بتاعته، فالناس ما بتشوفش الا الجانب المظلم اللي هو، وربما انت ما تعرفش العامل ده عامل ايه اصلا، ولا سنه قد ايه، ولا عامل عند مين، ولا يعني يمكن الدباسات المستخدمه فيه كانت ايه، ولا المكان اللي هو عامل فيه العمليه، وهل التقنيه دي مظبوطه ولا مش مظبوطه. يعني طبعا احنا في عوامل متغيره كثيره جدا جدا جدا، ونبص بس للشكوى من جانب ان دي عمليه فيها شكوى، لا طبعا الموضوع ما يتقاس كده. انت بس ثبت الخطوات، ثبت المكان، ثبت الاسلوب نفسه اللي بتعمل بيه العمليه، هتلاقي نتائج كويسه جدا. واسال الناس دول ايه الاخبار يعني، يعني تلاقي ممكن هي يعني الجانب الكويس ما حدش بيعرضه خالص، هو الجانب بس الايه المظلم الناس بتقول انا. فما ينفعش ان احنا نقيس عليه، لان انا ما اعرفش تفاصيل كتيره جدا عن العيان، لا مكان ولا الجراح ولا المدبسات ولا يعني ما تعرفش سنه حتى. لو انا جبت في برنامج مش محترف، وده عامل مشكله، عمل مشكله ناس كتير، نموذج نادر قدر يخس مثلا كان 150 كيلو وبقى 80 كيلو، دي حاله نادره، دي مش علميه، مفيش حد 150 يقدر يبقى 80. معظمهم اصلا بعمل تكميم معده، حتى لو شفت عينين من عندي بقى. ده في ناس انا عينين من عندي طلعوا في برامج النوع الادويه، عينين من عندي انا شخصيا، وبعتوا لي التيم بتاعي بعت لي الصور بتاعتهم. الله يسامحك. يعني طب هتعمل ايه يعني؟ هو الفكره يعني، وعلى فكره يعني الموضوع ده مش بس لبعض المرضى يعني، في بعض المشاهير بتقول الكلام ده، انا يعني مش لازم اتكلم في القصه دي، وبرضه بيرفضوا ان هم يقولوا ان هم عاملين تكميم. ايه المشكله؟ ده حاجه جراحيه علاجيه، احنا ليست حاجه تجميليه على فكره. علاج مرض السمنه المفرطه هو تكميم او تحويل مسار او جراحات انقاص الوزن بصفه عامه. بالظبط بالظبط. فالموضوع مش بالعكس، في نجوم كبار قالوا احنا عملنا يعني، قال لي ايه مشكلتهم؟ بالعكس تنورتني. شكرا. ضيف العزيز الخبره العلميه المتميزه والاسم اللامع في هذا المجال الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، ومدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا كعادته في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. انا من مشكله السمنه لحد ما وزني وصل 330 كيلو، ومن فضل الله ربنا كرمني بالدكتور كريم صبري وعمل لي عمليه تكميم المعده، بقى لي النهارده سنه واربع شهور وخسيت 200 كيلو. مش هقول لكم كميه ال 200 كيلو فرقوا مع البني ادم ازاي، من صحه وشكل وحركه ونشاط. كفايه الحمد كان عنده السكر راح، الضغط، ضربات في القلب، الرئه، كل ده راح بفضل ال 200 كيلو الواحد نزلهم. وهتستنوني بامر الله، انا جاي النهارده عشان اعمل عمليه شد جلد وترهلات، لان طبعا لما نزلت 200 كيلو حصل ترهلات وجلد في جسمي،
فانا جاي النهارده ان شاء الله عشان اعمل عمليه شد الجلد، واستنونا بامر الله بعد العمليه الجديده بشكل جديد. دكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. النهاردة لقاء من تراس خاص، لقاء طبعا من أصحاب المقام الرفيع في مجال، الحقيقة أنا عايز أقول يا جماعة أنه مجال الانوريكتال سيرجري او جراحات المستقيم او جراحات المستوى المنخفض من الجهاز الهضمي، ده اسمه اللور جي اي تي، دي لفتره طويله جدا كانت الثقافه المصريه فيها قليله. الناس ما كانتش عارفه ايه هو الناسور مثلا، ويترددوا جدا في الذهاب، وكانت الثمن بيكون غالي جدا. ما كانتش الناس عارفه ايه هو ايه هي البواسير، وايه هي الدرجات اللي تتعالج علاج جراحي. والناس ما كانتش عارفة الأهم من كده، اللي فهموا بقى الناسور واللي فهموا البواسير ومروا بتجربة جراحية وعلاجية مزعجة، ما شافوش التطور المذهل في عالم الجراحات، وإزاي الليزر غير وجه هذه الجراحات وأصبحت بعد ما كانت جراحة، مش هنقول ضد اليوم الواحد، جراحة المدى الطويل في الريكفري، في الاستشفاء، في أن أنا هقعد في البيت، ان مشاكل الجراحه هقعد اعالجها، مضادات حيويه، لا بقت جراحات مش بالشكل ده، اقل كثيرا. صحيح في كيسز منهم ممكن تقعد كده، العلم في كل حاجه، خلي بالكم يا جماعه، العلم الطبي في كل الاحتمالات، مفيش في العلم الطبي كلمه اقول لكم ايه الموضوع ده بسيط جدا او الموضوع ده صعب جدا، قد يكون بسيط في بعض الحالات، قد يكون مضاعفات ومشاكل في حالات ثانيه لو اهملت. فالنهارده هنستمتع بحوار من طراز خاص جدا، زي ما قلت لكم في واحده من الجراحات اللي انا بعتقد اللي لينا الحمد لله رب العالمين ثواب كبير عند ناس كتير جدا، ان احنا نقلنا لهم ثقافه، وضيف العزيز هو واحد من رواد هذا المجال اللي عملوا هذا الجهد، فانا بشكره مقدما على هذا الجهد الكبير، واحد من النجوم هذا المجال، مجال النجوم الطبيه يعني لهذا المجال، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، والمؤسس لهيموكيور، مؤسسه هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم، من المؤسسه الشهيره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن، ازيك؟ وحشتي خالص. الله يخليك انت اكتر. انا بشكرك اولا على المجهود الكبير طبعا اللي انت عملته في التثقيف لهذه المجموعه المرضيه. الله يخليك، هو المجهود ده بتاعك؟ لا ده بتاعك الحقيقه، يعني لانه، وانا اسمح لي اشكرك يعني على اللي انت عملته الحقيقه على مدار السنين اللي فاتت. احنا اتكلمنا في حاجه لو حضرتك تفتكر من سنين، انه ما كانش حد يعرف حاجه ابدا عن الحكايه دي. كانت الناس تبقى عندها الام وعندها امراض صعبه جدا، ويمكن التشخيص يبقى غلط، ويمكن المريض مش فاهم قوي او حاجه. لكن الحقيقه يعني انا اشكرك ان قدرت تنقل الناس لثقافه عظيمه جدا، وبداوا يعرفوا، وبدات الناس تيجي العيادات مشخصه نفسها وعارفه هي عندها ايه وكل حاجه، ويقول لك انا شفت حد بيتكلم على الحكايه وكل حاجه. فالحقيقه يعني الوعي اللي حصل في الحته دي كان وعي عظيم جدا، وبدا ثماره تبان، وبدات الناس تعرف، وبدات الناس تفهم، وبدا اللي عنده ناسور شرجي يبقى عارف انه عنده ناسور وما ينفعش يسيبه، وبدا اللي عنده بواسير عارف هو عنده ايه، وهكذا يعني. بدات الناس تاكل صح شويه، بدات الناس ما تعملش عادات غذائيه غلط وحاجات زي كده. حاجه عظيمه جدا، اشكرك عليها. لا يعني اشكرك شكرا جزيلا، انت اللي قدمت كل هذا الجهد وكل هذا التواجد الرائع جدا، والعمل كمان اللي فيه مكيور ما شاء الله بيتطور، يعني بتطور يعني اب تو ديت الحمد لله على مدار الساعه. صحيح. عايز ابدا بالناسور، كلمه على فكره كانت غامضه عند ناس كتير، وما زال برضه كتير. صحيح. من الناس ما يعرفوهاش. الناسور عباره عن فتحات موصله ببعضها بالتراك، اذا قلنا ان هو جنب الشرج فنسميه ناسور شرجي، اذا قلنا ان هو في المنطقه السفلى من الظهر عند منطقه العصعص فنسميها ناسور عصعصي، اذا جه عند السره فنسميه ناسور سري. فناسور بالمعنى العام هو عباره عن فتحه وفتحه على الجلد من بره، وما بينهم تراك او قناه من النص. الاغلب واللي بنشوفه كتير هو الناسور الشرجي او ناسور عصعصي. خلينا نبدا بالناسور الشرجي. ناسور شرجي يعني عباره عن فتحه داخل فتحه الشرج وفتحه خارج فتحه الشرج، وما بين الاثنين تراك او قناه. يبدا الحكايه دي بابسس، ببيري انال ابسس، بخراج جنب فتحه الشرج.
إذا أهمل الخراج وما تفتحش بشكل سريع البكتيريا تجري وتكستند وتعمل تراك ويبقى اسمه بيري إنال فيستولا. لكن إذا فتحنا الخراج على طول وفرصة نقول للناس إنه أي حد عنده بيري إنال فيستولا عنده بيري إنال أبسس عنده خراج جنب الشرج، أي حد حس بوجع غريب فجأة مش الوجع حتى المعتاد عليه أو حاجة، لابد نروح لدكتور، وإذا لقى خراج لابد الدكتور يفتحه على طول. مفيش حاجة اسمها ناخد مضاد حيوي وحاجات زي كده، لأنه هيخلي البكتيريا تجري لفوق وتعمل التراك ويبقى فيستولا كاملة أو نصور شرج كامل. طيب بالمناسبة إن الخراج اللي بيجي جنب الشرج ده بيبقى ألم حاد وبيحصل فجأة، يعني إذا واحد ما عندوش حاجة وفجأة لقى وجع عنيف جدا وإحنا نسميه سروبنج بين أو وجع زي النقح كده، حاجة بتنبض جنب فتحة الشرج، إذا ده حصل فأنت أكيد ما عندكش حاجة من الحاجات العادية، مش ما عندكش بواسير ولا عندك حاجة غريبة اللي هي غالبا بتبقى خراج، وإذا ما اتفتحش بيعمل الفيستولا. فنصور شرجي يعني عبارة عن فتحة بجوار فتحة الشرج متصلة بفتحة أخرى داخل فتحة الشرج، وما بين الاثنين تراك أو قناة بتخلي الإفرازات تنزل من الفتحة الخارجية. السؤال دايما يعني اللي هو الكلاسيكي، هل يمكن أن يتعايش مريض مع مثل هذه الحالة؟ الحقيقة لا، احنا ممكن نقبل ان مريض يتعايش مع بواسير من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او حاجات خفيفة زي كده، ويقول انه هيعمل لايف ستايل موديفيكيشن، لانه الدرجات الاولانية من البواسير يمكن علاجها بدون اي عمليات ولا اي حاجة خالص. لكن مفيش ابدا درجات للنصور يمكن علاجها باستخدام الادوية او يمكن علاجها بمرور الزمن، يعني لانه عبارة عن بكتيريا، عبارة عن باس سيلز، عبارة عن خلايا صديدية. اذا انا اسميه دايما او اوصفه ان النصور الشرجي ده عامل زي الشرخ اللي بيجي في ازاز العربيه، انت اول ما بتتخبط كده بالطوبه تلاقي شرخ صغير، سيبه العربيه دي لحد بكره هتلاقيه كبر شويه، سيبها لحد اسبوع هتلاقيه كبر خالص لحد ما يوقع الازاز بتاع العربيه. فالنصور عامل كده بالظبط، يبدا سنتي سنتي ونص، نقول للمريض روح اعمل رنين مغناطيسي نشوف النصور ده قد ايه، لاقيه سنتي ونص، المريض يهمل شويه ويجي بعد شهرين ثلاثه نعمل رنين مغناطيسي نلاقيه ب 4 5 سنتي. في الاول يبقى النصور ده سطحي او ليه علاقه بعضلات يمكن ما تبقاش ذات قيمه قوي، يعني إذا أهمل يكبر شوية ويطلع فوق العضلات ويبقى أنواع كتيرة زي ما هنقول بقى كمان شوية. فالحقيقة إن النصور الشرجي لا يمكن أبدا التعايش معاه، أي مريض عنده نصور شرجي لابد يعالجه، يعالجه بأي طريقة كانت على حسب نوعه، لكن لابد إنه يتعالج، ما ينفعش يتساب أبدا. القصة بتبدأ بالأنواع والأسباب، في تداخل أكيد بين كلمة نوع وسبب. بالظبط. النصور ده سموه انواع، واحد خواجه كده اسمه جود سالز عمل حاجه اسمها جود سالز رول، قال لك احنا هنسمي او هنقسم النصور على حسب العضلات اللي هيخش فيها. والحكايه دي هو يعني التقسيمه دي يمكن من 1913 ولحد دلوقتي ما زالت معتمده وكلنا بنمشي عليها. اذا كان النصور ده تحت الميكوزا بس، يعني مش واخد اي عضلات خالص، يعني يدوبك الفتحة اللي برة جنب فتحة الشرج والفتحة اللي جوه مالهاش علاقة مالهاش دبس مش واخد عضلات، نسميه سوبرفيشيال فيستولا. نفتحه بالجراحة، نفتحه بأي حاجة، نفتحه يعني أي كان، مش هيحصل منه أي ضرر. طب إذا كبر شوية وخد عضلة اسمها انترنال سفنكتر فنسموه انتر سفنكترك، يعني واخد الانترنال سفنكتر. نصور سهل، احنا كجراحين نقول عليه سهل، يتعمل بالجراحة، يتعمل بأي كان برضو سهل، ما هيش قضية. اذا كبر النصور شويه فيسموه اكسترا ترانس سفنكتريك، يعني واخد جوه الاكسترنال سفنكتر، وترانس يعني عبره، والاكسترنال سفنكتر يسموه ترانس سفنكتريك، يعني واخد الانترنال وواخد الاكسترنال سفنكتر. اذا كبر عن كده يسموه اكسترا سفنكتريك، يعني فوق العضلات. اذا كبر فوق خالص بقى فوق الفيترو اناي العضله اللي في النص دي، يبقى اسمه سوبرا سفنكتريك، يعني فوق العضلات. ولا مستويات، يعني على حسب ده تقسيم تشريحي وهو ده ما زال معتمد لحد دلوقتي، يعني مثلا الخط الرفيع الاولاني ده هو اللي بره ثم يكبر شويه يبقى فوق وهكذا وهكذا. اوكي. طيب الانواع بتاعته دي مهمه جدا، لان نوع النصور هو اللي هيحدد احنا هنعمل ايه في النصور. طب احنا بنعرف نوع النصور ازاي؟ بالرنين المغناطيسي ولا شيء تاني غير كده. بعض الفحوصات زي مثلا الاندو انال الترا ساوند او حاجه تساعد شويه، لكن مفيش حاجه تقدر تقول النصور ده واخد ايه من العضلات غير الرنين المغناطيسي. طب هل ينفع مريض عنده نصور شرجي يعمل عمليه من غير ما يعمل رنين مغناطيسي؟ غلط، مفيش حاجه اسمها كده، لانه انا مش هبقى عارف، او انا بقى هحط المريض في الحته بتاعه المفاجاه ان انا اخش العمليات واقول له ده انا اتفاجئت ان لقيت كذا فعملت كذا، وده ما بقاش في الطب ابدا، لانه لازم من حق المريض انه يبقى عارف ايه اللي هيحصل خطوه بخطوه جوه العمليه، ويناقشك وتناقشه فيها ويبقى عارف هو هيحصل له ايه بعد العمليه خطوه بخطوه. ولذلك الانواع هي مهمه جدا للدكتور قبل ما تبقى للمريض، لانه هو اللي هتحدد احنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي. اسباب النصور مفيش حاجه ابدا غير انه بيحصل خراج جنب فتحه الشرج، لكن ايه اسباب الخراج بقى؟ مليون حاجه، ان يمكن المريض مش واخد باله قوي من الهيجين مثلا،
يمكن المريض بيقعد فترات طويله فعنده حاجه اسمها احتباس حراري حوالين الشرج، يعني في حراره دايما حوالين الشرج. يجي عند الناس اللي اكتر اللي يمكن تستخدم الاندروير مثلا او حاجات مصنوعه من البوليستر او الحاجات اللي تسبب دايما في حراره كده او حاجه، فالحراره دي تعمل شويه انفكشن مع القعده الطويله او حاجه، الانفكشن يعمل خراج، الخراج يعمل نصور. فاذا كان في خراج تاني اهو جنب فتحه الشرج لابد يتفتح في ليلتها، يعني ما يستناش ابدا، لانه لو استنى الخراج احنا بندي له فرصه للبكتيريا اللي مش عارفه تطلع لبره دي نت اكستند وتعمل تراك وتفتح في الشرج، تمتد وتعمل التراك، تعمل النفق بتاعها لا يعمل النصور بالظبط 100%. التشخيص هنا بقى نقف، احنا اتكلمنا على الواضح ان الام ار اي هي واحد من ستون كورنر بالظبط. التشخيص يعتمد على الكلينيكال بيكتشر، على الدكتور شايف ايه وشكوه المريض. المريض اولا هيشتكي من انه عنده شويه ديسشارج، عنده افرازات بتخرج من فتحه بجوار فتحه الشرج. الافرازات دي قد تكون لونها اصفر، وده الاغلب تبقى شويه جرينيش لو عليها شويه انفكشن ولا حاجه. قد تكون حتى الافرازات اللي بتخرج دي بعض الفضلات، يعني لو الانترنال اوبننج الفتحه الداخليه دي واسعه هيباس ستول من الاكسترنال اوبننج هيعدي فضلات. مريض يقول لك انا اثناء الدخول الحمام مثلا الفضلات تخرج من الشرج عادي، لكن الاقي شويه خارجين من فتحه جنب فتحه الشرج، فده عنده نصور. طب نشخص بقى نوع النصور ازاي من الرنين المغناطيسي، هو اللي هيقول لنا نوع النصور ونقدر نتعامل معاه ازاي. طيب الناس مثلا اللي مش هتقدر تعمل رنين مغناطيسي، اي حد مركب حاجات معدنيه الشرايح والحاجات والمسامير ومش عارف ايه، ما ينفعش يخش الام ار اي، نستغنى عنها ساعتها بالاندو انال الترا ساوند، وبقينا بنعمل حاجه اسمها بروكتو ستيشن او جهاز عظيم كده بيسموه بروكتو ستيشن عشان نعرف بالظبط نوع النصور بدون ما نعمل رنين مغناطيسي. ينفع في حالات ان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي، لكن التشخيص يعتمد على وصف الحاله من المريض وعلى شطاره الدكتور وعلى الفحص بالام ار اي او الرنين المغناطيسي. انا بحب التاريخ، عايزين نحكي بقى تاريخ علاج النصور. اكيد يعني في حاجات اثريه ما زالت بتحصل لحد دلوقتي. كان الرومان زمان اول ناس عالجت النصور الشرج ده، وكانوا كان عندنا حتى كنت هجيبها لك صوره حلوه قوي في تكست بوك امريكاني كده، حاطين واحد روماني وبيعالج الواحد نصور، فحاطط حديده كده والله ما بارك. احنا موجود لحد دلوقتي الاله دي اسمها بروب او بيسموها بالعربي مسبر، تدخل من الفتحه الخارجيه والفتحه الداخليه وجايب سكينه كده وروح جاي قاطع الحته دي كلها لبعضها. ما زال هذا التكنيك اللي يمكن واحد يشوفه انه حاجه عنيفه جدا ما زال بيحصل، وسموه في الطب فيستليكتومي او فيستلوتومي، ان ندخل بروب ما بين الانترنال اوبننج ونفتح الحته دي لي اوت التراك وننضفه وحاجات زي كده. هو ده الاجراء الجراحي التقليدي اللي لسه بيحصل لحد دلوقتي، وانا في اللحظه اللي بنتكلم فيها دي في 20-30 الف عمليه بتحصل بهذه الطريقه. ما يهمناش اذا كان النصور صغير، اذا كان سوبرفيشال او واخد حته من السفنكتر صغيره او حاجه ما يهمش، مش هنقطع ايه ما يهمش. السفنكتر اللي هو الصمام، الصمام المسؤول عن التحكم في التبرز. ما يهمش اذا كان النصور ده بره العضلات دي، لانه حتى لو عملنا جرح ما يهمش هيقفل. طب اذا كان بقى التراك ده جوه العضلات، هل يجوز ان احنا نعمل الفيستلوتومي ده او الفيستلكتومي العادي ده؟ لا يجوز طبعا، لانه هنخلي المريض في حاله من الريسك ان يجي له انكونتيننس، ان يجي له عدم تحكم في مرور البراز. مر التاريخ بقى بالحكايه دي، وبداوا شركه من الشركات تفكر انه من الشركات العالميه يعني تفكر انه ده تراك، طب ليه ما نقفلوش؟ فتعال نخترع حاجه اسمها جلو، ماده طبيه كده زي السمغ تدخل جوه التراك تقفله. لقوها افشل حاجه لانها بتخلي الانفكشن الناحيه الثانيه فتعمل ابسس قد كده، فبطلوها. فجت الجماعه بتوع المناظير قال لك طب ما نعمل ستابلر يخش ندبس الفتحه الداخليه بتاعه النصور فيبقى ما فيش حاجه بتخش من الناحيه دي وده يقفل. لقوا انه برضو ما بيخفش لان التراك ما زال موجود. الى ان تطورت الحكايه بقينا بنعمل حاجه عظيمه قوي اسمها الليزر. وبعد الليزر بقى في شويه حاجات كمان، خلي بالك الليزر فكرته انه احنا قلنا ان الحكايه كلها في التراك. طب ليه بدل ما نشيل نقطع التراك ونقطع الحته اللي حواليه، طب ما نشيل التراك نستأصله من جوه التراك نفسه، وكاننا بنخش بحاجه بالظبط تقفل التراك وتشيله وتقفل التيشو حواليها. لقوها حاجه حلوه جدا حقيقه ونتائج عظيمه جدا مع استخدام الليزر. سموا العمليه دي اسمها فيلاك او فيستولا تراك ليزر كلوجر، تعتمد ان احنا هنقفل الفتحه الداخليه بتاعه النصور ونقفل التراك باستخدام الليزر. نتائج كانت عظيمه جدا، بنوصل لدرجه نجاح 80-85%. وصلنا بقى لدرجه نجاح كبيره جدا لما استخدمنا حاجه اسمها فافت. واحنا هنا خلي بالك تعالى نقول ان ده مريض وعنده خراج بجوار فتحه الشرج، واحنا هنخش نعمل له العمليه دلوقتي. فتحنا الخراج ونضفناه وركبنا سيتون. سيتون ده مصنوع من السيليكون كده، لان في ناس بتستسهل فتحط شويه خيوط برولين او حرير او كلام زي كده، كلام فاضي طبعا.
لكن ده السيتون الحقيقي اللي هو مصنوع من السيليكون. صحيح هو غالي شوية لكن وظيفته مفيدة جدا، انه بيخلي التراك يقفل على بعضه، يعني لو حطيناه فرصة قبل الاسم. ثم هنقفل الفتحة الداخلية بتاعة الناسور باستخدام فايكريل مثلا او خيط قابل للذوبان، ونقفل التراك بعدها باستخدام الليزر بعد ما نكون احنا اوريدي قفلناه من جوه. بعد ما نبقى قفلناه من جوه اجراء عظيم جدا طبعا، وزي ما بقول حضرتك نجاحه 80-85%. وفي علم الناسور الشرج لما حاجه توصل لنجاح 80-85% الناس تطلع بيها السماء. طيب ما وقفتش بقى الحكايه عند استخدام الليزر، بقى في حاجه اسمها فافت او فيديو اسيستد فيستولا تريتمنت. طيب احنا كانت الليزر ده كان عظيم جدا، طب كان يعيبه ايه بقى في التكنيك ده؟ انك وانت بتدخل الاوبتيك فايبر او القسطره جوه التراك ما انتش شايف، يعني بتدخل اوبتيك فايبر وتحرق، لا بتعتمد على شطارتك وعلى خبرتك وحاجات زي كده، لكن مش شايف التراك ده بيحرق فين، يعني مش شايف الليزر شكله ايه طالع فين، ومش شايف البرانشز ولا شايف حاجه، مش شايف تفرعات، مش شايف تفرعات. لانه ساعات الناسور ما يبقاش خط بس، كانه قناه، القناه ليها فروع برانش. طب اذا بقى في شركة، طبعا شركة أمريكانية عظيمة جدا، اخترعت حاجة اسمها فافت اللي هو المنظار الصغير اللي بيدخل، اللي هو ده المنظار، ده بروب كده بيدخل من الاكسترنال اوبننج، هوريك فيديو ليه دلوقتي عظيم جدا. طب اذا قدرنا نشوف جوه التراك، تتخيل كده ان احنا هنشوف هندخل جوه التراك نفسه. التراك ده رفيع رفيع جدا بالملي، وعشان كده احنا كده داخلين، خلي بالك الويتس ده كله 3-4 ملي ولا حاجه بالكتير، يعني احنا كده جوه التراك، فبقينا شايفين ما داخل الناسور. دي اصغر كاميرا شفتها؟ لا 4 ملي. ما 4 ملي دي اصغر كاميرا شفتها، يعني انتوا دلوقتي بتشوفوا اصغر نوع من المناظير على الاطلاق. بالظبط اصغر نوع 3-4 ملي، احنا جوه التراك. انا نفسي الحقيقه يعني ما كنتش متخيل ان ممكن يجي اليوم اللي ابقى شايف فيه الناسور، يعني شايفه رؤيه العين كده. يعني انت لما بتحكي لي دلوقتي بتقول لك وانتوا يعني بتحلموا ان انتوا تدخلوا جوه الناسور. الناسور ده يا جماعه عباره عن قناه رفيع جدا زي الشعر، تقريبا رفع شعرتين جنب بعض. صحيح بالملي يعني يعني حتى لما قلنا ناسور كبير شويه اقول لك ده 6 ملي مثلا، ده 5 ملي حاجه كده يعني. فبقينا بنشوف جوه التراك، ما بقيناش بنعمل الليزر لوحده، بقينا بنعمل الليزر كومبايند ويز فافت، يعني واحنا شايفين كده. فبقينا نشوف لو في برانش دلوقتي هنشوفه وكانه حاره كبيره جوه الشارع يعني، فبقينا بنحرق. طبعا بتكبر الصوره دي متكبره جامد، متكبره طبعا، ماجنيفايد كبير طبعا. احنا كده جوه التراك، ودلوقتي بنحاول نعمل شويه ديبرايدمنت، يعني نطلع كل النكروتيك تيشو اللي جوه زي ما حضرتك شايف دلوقتي، الخلايا والانسجه الميته، وبعدين بقى نحرق. بعد ما نخلص نحرق بالليزر. فنبقى خلينا النجاح اللي كان عظيم جدا بالمناسبه 80-85% ده اصبح 90% و95%، وبالعكس كمان يعدي حاجات كبيره قوي لما بدانا نستخدم الافكار بتاعه الشركات المختلفه. الليزر ده اللي بتعمله شركه المانيه عظيمه قوي، والفافت ده شركه امريكانيه، او ما اعرفش ينفع نقول اسامي ولا لا، لكن جبنا الشركه دي مع الشركه دي، وبقى الاثنين كومبايند ببعض، فعملوا تكنيك حلو قوي انك تحرق. نقول الاسامي اصلا مش محتاجين دعايه دول يعني. الفافت ده من شركه ستورز الامريكيه، والليزر من شركه بايوليتيك، والاثنين بالمناسبه من اكتر الناس اللي بتنافس بعض يعني. لكن مؤخرا لما بداوا يشتغلوا سوا، يعني في الوركشوب الاخرانيه اللي كنا بنعملها، لما بدانا نعمل الحالات واحنا واخدين من هنا احسن حاجه ومن هنا احسن حاجه، ليزر مع منظار، مع المنظار، مع الفافت بالظبط. ده مش منظار بالمعنى المفهوم، نقدر نقول عليها كاميرا 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 بالظبط. هي البروب الصغير اللي قدام ده بيدخل جوه الاكسترنال اوبننج، وده اللايت سورس بتاعه اللي طالع فوق اللي لافف على بعضه ده، والورا ده تشانل بتخلينا انا ادخل فرشه، اقدر اكحت حاجه، ادخل قسطره الليزر، اقدر احرق بيها. الحقيقه بقت نتائج عظيمه جدا. وتخيل بقى ان احنا تطورنا من ايام ما كنا بندخل حته حديده ونقطع كده، الى ان احنا بقينا بنعمل الحكايه دي باستخدام الليزر وباستخدام المناظير. فنتائج بقت عظيمه، واللي اهم من ان النتائج بقت عظيمه ان السيفتي بقى 100%. بقيت انا اقدر وانا قاعد في العياده اقول للمريض احنا هنعمل عمليه ناسور شرجي ايا كان صعوبتها، و100% مش هيحصل انكونترنس، 100% عدم تحكم في البراز، في البراز تبرز. انا اخش العمليه وهو كمان في بطننا بطيخه صيفي زي ما بيقولوا، ان مش هيحصل. التخوف الكبير بالظبط اي مريض بيفكر فيه بالظبط، انه ما يحصلش ابدا ابدا الحمد لله يعني. ويمكن احنا على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا يمكن عملنا اكتر من 10,000 مريض، يعني ما عندهمش ولا واحد الحمد لله رب فضل من ربنا جاله مساله الانكونتنس دي ابدا يعني. تنورتني وسعدتني الله يخليك، وكالعاده ابدعت وابهرتني النهارده الله يخليك بالحاجات الجديده الجميله دي.
ما تنسوش انه يعني الامراض زي التنصر الشرجي وغيرها بترتبط ارتباط وثيق جدا بكثير من الامراض، يعني مثلا السكر، نقص المناعه، اللوكيميا، مشاكل النخاع العظمي، كل ما المناعه تقل كل ما فرص الانفكشن العدوى تزيد، والعدوى او الانفكشن بأورجانيزم ايا كان ده ممكن يكون بداية المشكلة. ضيفي العزيز الأستاذ دكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمدير المؤسسي هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أبدعت كالعادة ونورت لنا بالمنظار بس في قناة يعني في حلقتنا وبال يعني بقول إيه ده، حد يتخيل إنه مليمترات شاف بالمنظار؟ العلم ملوش يعني، علم المناظير وعلم الكاميرات علم متقدم للغاية للغاية، وده مهم جدا. وقتها الليزر أيضا فرق كتير جدا في عالم الجراحات أكيد، صحيح. وخلى هذه الجراحات بعد ما كانت جراحات مزعجة للغاية أصبحت جراحات مأمونة للغاية، ودي مهمة جدا. خليكم دايما معنا سلام.